بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. عمال افكر على عنوان ومدخل هذه الحلقه ولم اجد افضل من ان اكتشف انها ايام بشخصيه الاهلي. واحده واحده يقترب الاهلي من تحقيق احلامه بشخصيه الاهلي بالاستقرار وتظافر الجهود والشخصيه الفنيه. ابراهيم، اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيك اعزائي المشاهدين وحلقه الاثنين من برنامجكم ملك وكتابه. اذا كان المهندس عادلي اعتبرها حلقه شخصيه الاهلي فانا بعتبرها حلقه القط والجمل. ليه القط والجمل؟ اعتقد ده كلام مهم جدا من توابع الحلقه الماضيه لانه حدثت ردود افعال كثيره، لعل من المهم والمفيد حضراتكم تقفوا على كل ما حدث من تفاصيل، لكن في هذه الحلقة ثلاثة موضوعات مهمة. يا أهلي، الرجاء تأميم القمة، الصفقات مولد وصاحبه حاضر مش هينفع نتكلم، وأخيرا مدرسة عاشور للأرقام القياسية. ده مضمون الحلقة، لكن لمزيد من تفاعل حضراتكم واشتراككم معانا علشان نطمنكم على الأهلي أول بأول، وعلشان برضو نتناقش في الكثير من القضايا المهمة، في بداية هذا النهج من هذا الإعلام التفاعلي ليكم مع برنامج ملك وكتابة في هاشتاج اسأل ملك وكتابة، ده على الفيسبوك وأيضا على تويتر الأهلي تي في. هنحاول باستمرار نجاوب لحضراتكم على كل الأسئلة اللي انتوا تبعتوها من دلوقتي. بين كل فقرة وفقرة هنحاول نستعرض عدد كبير من الأسئلة اللي حضراتكم هتبعتوها لنا على صفحة قناة الأهلي على الفيسبوك وأيضا على تويتر الأهلي تي في. كمان اللي مش هيقدر يتفاعل إلكترونيا هنحاول بقدر الإمكان نستقبل أكبر قدر من اتصالات حضراتكم على رقمي 388-35-655 و 010-900-96-598. دول الرقمين اللي هتشوفوهم تباعا على الشاشه. لكن باشمهندس، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيعلن تجديد الكابتن شريف اكرامي على عقده للنادي الاهلي على بياض لمده سنتين. كان كلام كتير اثير الفتره اللي فاتت، شريف ممكن يخرج، شريف ممكن يبعد، الراجل النهارده بيجدد على بياض. انا في رايي كان اكبر تحدي للنادي الاهلي لم يكن في صفقات الشتاء ولكن في التجديد لهؤلاء. ايوه، نجوم يصنعون الفارق مع اي فريق. صحيح. فانا اعتبر من صفقات الشتاء تجديد حسام عاشور، تجديد اكرامي، تجديد وليد سليمان، تجديد هاني محمد هاني، وتجديد باسم علي، وفي الطريق لم يتبقى الا كابتن احمد فتحي والكابتن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. وطبعا الكابتن احمد عادل عبد المنعم الذي له رؤيه يتفق معه فيها الجهاز الفني ان هو محتاج يلعب، يريد ان يجد فرصه ربما يراها تاخرت عنه كثيرا يعني. صحيح. اذا هذا السعي الى الاستقرار يدعمه رغبه ابناء الاهلي جميعا في تحقيق هذا الاستقرار. ايوه، وأن النادي الأهلي يقدرهم، هم واثقين من هذا الكلام. فالتوقيع كله بنفس السمة، سنتين سنتين سنتين، وإن كنت أرجو أن نخرج من حدود السنتين عشان ما أفاجأ يعني اللي خرج عن حدود السنتين باسم علي ومحمد هاني لصغر السن ودادهم أطول، لكن مش عايز أكتشف إن أنا فجأة بجدد لنفس المجموعة اصحاب الخبره مره واحده كل مره، في ذات التوقيت بتبقى عبء اداري شديد وفني على الفريق ومالي. ما هي نتيجه انه عبء مالي يعني. فالمدد لازم تتفاوت شويه. لنصيحتي يعني. انما هو نجاح للجهاز الفني والاداري، ونجاح لاختبارات عديده في عشق المكان، والتأكيد على ان احنا اصبحنا جزء من المكان ومش وارد ان احنا نخرج. هنتكلم في حقوقنا، ده حقه. وعندما يقترب الاهلي من تحقيق احلامهم مش ضروري بنسبه 100% ولا بنسبه يعني لو 75% ويقعدوا في النادي الاهلي
هم كسبانين واحنا كسبانين بالتاكيد. الجهاز الطبي ايضا بياكد على انه احمد فتحي الظهير الايمن الدولي بيشكو من اجهاد في العضله الاماميه تعرض ليها في المباراه الاخيره مع مصر المقاصه، واضطر الجهاز الفني لاستبداله، وبيستمر احمد فتحي في اداء بعض التدريبات الاستشفائيه. ايضا اللعيبه اللي شاركت في مباراه المقاصه الممتعه امبارح، النهارده الكابتن حسام البدر المدير الفني اكتفى بمران استشفائي ليهم لتخليصهم من الراحه من الارهاق ومحاوله منحهم بعض الفرصه من الراحه، بينما الكابتن عبد الله السعيد وسعد الدين سمير نجمي الفريق ايضا المصابين بحاله من الاجهاد العام اكتفى ايضا ببعض التدريبات الخفيفه في صاله الجيمنيزيوم. كمان محمد فخري احدث الوجوه المنضمه للاهلي من غزل المحله، خضع للقياسات البدنيه وتم وضع برنامج تاهيلي بدني خاص ليه عشان يكون جاهز في المرحله القادمه. الاشاده بامكانيات محمد فخري لا تعني انه اللاعب الذي سيدخل ليبهر الجميع في النادي الاهلي. دي لحظه مين اللي جنبه ده؟ ده واحد معرفش لابس بلطو؟ بلطو كده. لكن تعني ان هو انتقل وهو لاعب واعد عشان يبتدي يؤهل للانتقال الى مرحله الاهلي. الانتقال الى مرحله الاهلي عايزه تاهيل نفسي، تاهيل فني بشكل مختلف، لانك هتبقى لاعب في اطار جماعي مش فردي. اللي كان بيحقق لك النجاح وبتعبر بيه عن نفسك لوحدك في المحل مش هيصبح مقبول في الاهلي، لكن هيصبح انك تسخره لخدمه النادي الاهلي. ثم والاهم تاهيل بدني، لان الاحمال التدريبيه اللي بيجي لنا بيها اللعيبه، حتى اللعيبه اللي بتبقى اسماء كبيره ما بتتحملش ضغوط النادي الاهلي، القرصه بتاعت الاهلي، فعشان يخش صح وما يتعرضش لاصابات هيتاخد واحده واحده ومحدش يستعجل عليه. وشفنا ان سياده النادي الاهلي مع اللعيبه الجداد واحده واحده. لجنه الكره برئاسه الكابتن محمود الخطيب قررت استمرار دعم كل الاجهزه الفنيه والاداريه والطب لقطاعات الناشئين والاكاديميه، وتكليف مديري القطاع والاكاديميه بتقديم تقرير نهائي عن حاله القطاع والاكاديميات في المرحلة اللي فاتت علشان يتم تدارسها للمرحلة القادمة يا باشمهندس. مهم. ومش مهم. ايوه. مهم في حالة لو قنعت لجنة الكورة بأن القطاع يسير على الخطى المظبوطة من وجهة نظرهم، يبقى ياخد الاستقرار عشان يشوف النتائج. ومش مهم لو في اي نوع من انواع الاحتياج الى تطوير موقع معين، سياسه معينه، ان يتم مناقشتهم فيه عشان يحدث هذا الامر. اللي انا شايفه ان حصل فتره من الهزه الشديده في نهايه الموسم الماضي نتيجه التغيير المفاجئ في اجهزه الناشئين، بدا يتم يعني تدارك بعض الشيء اللي يجب ان احنا ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. لكن هذا القطاع مليء بالكنوز التي لو احسن اعدادها وتقديمها هتخلي الجمال عندنا. الجمال عندنا. انت ناوي ترجع للقطط جامد؟ ما انت بقى هتجيبني فاسبقك انا. الحقيقه يمكن موضوع قطاع الناشئين يا باشمهندس، معرفش انت تتفق معايا ولا تختلف، واكيد هتختلف. فريق او نادي بحجم النادي الاهلي في تاثيره في كره القدم مهم جدا يكون عنده استراتيجيه ثابته وواضحه لفكره رعايه الناشئين. لا يجب ان تتغير، لا بتغير مجالس الاداره ولا بتغير حتى مديرين القطاع. بتتغير والا ما يحصلش تطور. لا يعني انت بالذات انت بتغير حتى مش مع مجلس الاداره، انت بتغير مع كل مدير قطاع، كل واحد يجي عنده رؤيه. اتمنى عشان انت ساعات بتغير كويس دونما احتياج للتغيير. طيب انت دلوقتي عندك يعني المرحله بتاعه عادل طعيمه ما تستنيناش حتى نقيمها، تم التغيير فجاه، واخد بالك؟ فانت جبت عادل طعيمه ماشي في اول الموسم، لكن تقييمك ايه؟ فين التقرير؟ فين التقرير بتاعه؟ فين التقرير اللي على اساسه عملت التغيير؟ انا بقول لك ده بمناسبه ايه، انت النهارده
رجعت لهيكل لجنه كوره متخصص ومختص، كابتن محمود الخطيب، كابتن عشان كده عمل كده اللي انت بتقوله، كابتن علاء عبد الصادق. خلاص نستقر على استراتيجيه ثابته لكيفيه رعايه وتثبيت فرق الناشئين. غير معقول ان انا اجي بعد شويه يجي مدير قطاع يدمج فرقتين فيمشي ولاد، يجي حد تاني يقول لك لا نكتفي بالعدد كذا. هذا النظام، انت بقى بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا جدا. اه دي استراتيجيه ما تقدرش تتثبت. ما هو خدني مني انت، اوكي اوكي طرحتها ك الصح. آه. انما تبقاش بشكل عشوائي. ايوه مدروسه مدروسه. اه لكن احنا دفعنا ثمن دي قبل كده لان خرج نجوم كبار بقى في الكوره المصريه بنندم عليهم. النهارده بالمناسبه الاهلي تسلم 80,000 يورو من رعايه النين، نصيبه رعايه النين. تخيل بقى النين ده اللي طالع من عندك. اه ده انت خده مننا المقاولين. ها خد خيره. بس المقاولين عمل خطوه تحسب له، هو اللي قدمه للمعترك الدولي. فانت خدت يعني دي حوالي 2 مليون وشويه. انا بقول هذا وده معنى الكنز، حتى اللي يخرج من عندك بيجيب لك فلوس. انت الفكره كلها لما التغيير، يعني لما جه كابتن صالح فكر في لحظه في تجربه كورفا. كورفا هي عايشين عليها لحد النهارده، الكره المصريه خيرها بيتلم لحد النهارده، والكره المصريه بتلمه. صحيح. التجربه دي اطيح بيها فجاه. فجاه، لان الناس قعدت تقول هو بيعمل ايه والراجل كبر، بيعمل ايه والراجل كبر. رحتوا بعد كده بعد ما سابنا لقيته ماسك بيعمل التجربه دي في مانشستر يونايتد وانا بدرس هناك. لقيت شرايط الاهلي محطوطه على مكتب المحاضر اللي كان بيدينا، فبقول له ايه ده؟ قال لي ما احنا عندنا مستر كورفر هو كان بيشتغل عندكم. مش انت بتقول الاهلي بيعمل كل ده؟ قلت له قال لي ما مستر كورفر هو المستشار بتاعنا وبيعرض الشرايط دي كنموذج لادائه. طيب انت النهارده رحت ممشي الراجل، اكتر من كده ما اصرتش على الاحتفاظ بالمدرسه التدريبيه اللي سابها محمد وهبه ثم بدر حامد. بدر رجب. وراحوا بيعملوا بينقلوا المدرسه بنجاح هائل في اماكنهم. بدر تحديدا عامل نجاح في قطاع الناشئين في الامارات. فهي بس احنا عيبنا ما نكملش على بعض. ايوه. وعيبنا ان بيطلع تملي اللي يشككك في قيمه التجربه. هو بيعمل ايه؟ جبنا واحد اسمه ناسي اسمه، راجل انجليزي برضه عشان اساس يعيد التجربه، ما طلعش وده جه على اساس مرحله اكبر شويه من مرحله المدرسه. لا، المرحله الاكبر بقى حلها الوحيد انها تيجي مع المدير الفني بتاع الفريق الاول. لان لازم يبقى في تنسيق بينهم. صحيح. وهو ده اللي يقدر يفرض فكره التدريبي على مرحله ال 21 او 19 او 17 اللي هتبقى معاه. لان فكره التدريبي ده اللي هيطلع لك ناشئ يقدر يركب مع طريقه اداء الفريق الاول على طول. ايضا يمكن من ثمار الرعايه الاحترافيه لقطاع كره القدم في الفتره الاخيره انه خزينه النادي الاهلي بتنتعش ب 16 مليون جنيه. دي من عوائد اعاره عماد متعب واحمد الشيخ ومؤمن زكريا الى الانديه السعوديه، سواء التعاون والاتفاق او اهلي جده على التوالي. ومجلس الاداره او الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي بيتابع مع الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي كافه المستحقات الماليه الخاصه بالنادي الاهلي لدى الجهات المختلفه. وشكل الثلاثي خليه عمل ضم اليها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي لمتابعه تحصيل كل هذه المستحقات والانتظار للبدايه لتنفيذ يمكن خطه العمل الكبيره في المرحله اللي جايه يا باشمهندس. مش فاهمها. مش فاهم يعني ايه انا يبقى لي مستحقات في لاعب كوره ها ويربطها بان واحد رافع عليا قضيه. انت مالك؟ على رمضان صبحي. رمضان صبحي او حجازي، ما الاثنين بيقول لك اهو. ده انا شايف ان الملف ده لما يتم التعامل معاه بشكل من البدايه انه كان يحافظ على مستحقات الاهلي. تعاملنا معاه على انه شائعه وان الامر معروض على القضاء. طب انت قاعد بحجاز لي مبلغ عندك بتستفيد منه في قضية بينه وبين واحد تاني، يبقى أي واحد النهارده
انا لما اخد لعيب النهارده من الدوري الانجليزي او الدوري الغاني او الدوري بتاع اخلي واحد يرفع عليا قضيه ويروح يحجز. ها؟ صحيح. هل ده كلام؟ لا لا، ضروري في حاجه تتعمل في الموضوع ده، وكويس ان النادي الاهلي ابتدى يتعامل معاه شويه. كابتن حسام البدري يمكن له تصريحات مهمه في جريده المساء، قال ان عرض اتحاد جده اللي تردد في وسائل الاعلام كان مجرد اشاعه، والراجل بياكد تمسكه بالنادي الاهلي وباداء مهامه في المرحله اللي جايه، واكد انه تركيزه مع الفريق في المرحله الجايه الاستعداد الجد والقوي باذن الله تعالى لحسم بطوله الدوري في وقت مبكر، ثم السعي لبطوله كاس مصر، وايضا تحقيق بدايه قويه في دوري ابطال افريقيا. اتمنى ان يعلن الكابتن حسام البدري بنفسه هذا في الاعلام، لانه سئل سؤال صريح فقال انا عندي عروض ووقف. هل كان مستني حد يتكلم معاه في حاجة أو هو طمن لحاجة أو بتاع؟ إذا كان قد قرر البقاء وانتهى الأمر عند هذا، لا يترك الأمر بقى للإعلام إن هو اللي يقول يطمننا على الكابتن حسام البدري. الكابتن حسام البدري راجل النهارده مدير فني بهذه القيمة وهذا النجاح، يحقق كل هذا النجاح، وبدأ كتير جدا من القطاع اللي كان بينتقده ويقتنع بفكره، فأصبح الجو ملائم جدا لاستمراره. فأرجو أسألك سؤال. احنا النهارده بنلعب في نص الموسم، يا دوب الدور الثاني بادئ بقاله ماتشين او ثلاثه، هل من المناسب الالحاح حوالين مصير مدرب السنه الجايه ايه؟ يعني حد سال مدرب اي فريق في الفرق اللي موجوده موقفها ايه؟ هنعتبر ان احنا بنتسال عشان نقول الصح. عشان نقول الصح. تمام. الصح ده قد يصيب حد قريب مني. ها؟ وانصحه انه يعمل الصح. انا بنصح شخص قريب مني انه يعمل الصح. هو سئل وقال عندي عروض. النهارده بقول مكتوب انا قاعد في الاهلي وسعيد في الاهلي وعندي تحديات وعايز اكسب واكسب واكسب. ان كان هذا هو موقفه واستقر مع النادي الاهلي على هذا الامر فليعلنه. بس يقفل الملف. طيب، محمد الشناوي حارس المرمى المتالق في الفتره الاخيره بياكد انه مركز بشكل خاص جدا على القبض على الفرصه اللي حصل عليها بالمشاركه اساسيا، والزميل محمود صبري بيجري معاه حوار مهم جدا في الاهرام بيقول فيه او وصف الشناوي بانه ثابت البطل الجديد، وقال انه بيحكي قصته مع الاحمر وبيؤكد لن افرط في حراسه الاهلي وارفض دور الكومبارس، اتمنى جزءا من عبقريه الحضري والمشاركه في المونديال، وقال انه اقاله مارتن يول كانت وراء تاخر ظهوره وانه البدري منحه الامل او فرصه الامل الكامله، وقال الشناوي في حديثه للأهرام اشتراطي اللعب أساسيا عند عودتي ضرب من الخيال والصبر دائما مفتاح الفرج. قال أنا الخامس من بين كباتن الأهلي بعد عاشور وإكرامي وفتحي وهشام، وقال تشبيهي بالأسطورة شرف كبير لأنه مثل الأعلى، وصلاح فتح طاقة الأمل للعيبة المصريين كلهم. أعتقد حوار كله تفاؤل وكله تركيز وكله رغبة في انه الشناوي يؤدي مرحله قادمه مطمئنه تماما عشان يطمئن مرمى النادي الاهلي لما يكون عندنا شريف اكرامي والشناوي، وسواء استمر احمد عادل او لم يستمر في النهايه الجمهور يكون مطمئن تماما على مرمى الاهلي. بس العنوان في كلمه مش لاقيها في الحوار. ايه؟ لن افرط في حراسه المرمى وارفض دور الكومبارس. يعني انا هل هو قال كده؟ عمال اقرا عشان اذا كان قال كده اقول له لا يا حبيبي. انت تقول لن افرط في فرصه حراسه المرمى. لكن لن افرط في حراسه المرمى ده مش قرار حد. ده قرار بتاكده بمستواك، اذا كان هذا المعنى الذي يعنيه احييه عليه. ان انا هستمر على الحفاظ على مستواي حتى لا اهدر فرصه حراسه مرمى الاهلي. ارفض دور الكومبارس يبقى بادائك. لان المعنى كده غامض، عمال ادور على السؤال اللي اتساله، فانا بقول للناس والنبي ما تحطوش منشتات مش موجوده في المواضيع لانها بتثير البلبله. لقيتها؟ لقيت له حاجه في الموضوع ده؟ هلا انا مش لاقيها له. هلاقيها لك. هو طبعا قال ان انا تالقي مع الاهلي لم ياتي من فراغ،
لكون الفريق كبيرا الفارق كبير بينه وبين الأندية التي لعبته باسمها. ففي الأهلي كل شيء محسوب داخل وخارج الملعب، بعكس الأندية الأخرى التي لا تهتم ببعض التفاصيل التي هي مصدر قوة الأهلي، خاصة أنك تحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة، وهو ما دفعني لبذل الجهد مع زملائي في الملعب. لما سئل على سر تألقه قال بالعكس الأهلي بالنسبة لي أهم من نفسي، ولم أشعر فيه بالظلم مطلقا على الرغم من جلوسه احتياطيا، لأن الكيان هو الباقي وهو من صنع اسمي وواجب علي مساندته من أجل الصالح العام، والخوف عليه أكثر من اسم الشناوي. وقال أنه نعم جماهير الأهلي العظيمة تستحق منا التضحية والعمل بقوة وتحمل المسؤولية، خاصة بعد ظهور السوشيال ميديا وزيادة عدد المتابعين لكرة القدم، حتى وصل الأمر لدرجة أن تكلم فيها من لا يعرف قواعدها. ماشي، مش لاقي يعني. حتى لما سئل ان علي لطفي جاي او في محاوله لانه يجي، قال كل دوري ان انا اشتغل والاجتهاد بكل ما املك لكي اثبت ذاتي وانا جدير بحراسه المرمى، ده عكس الكلام اللي يفهم منه في العنوان. بس خبريا قال انا تلقيت عروض للاحتراف من ناديي بيدفست وسان داونز في جنوب افريقيا، لكن من الصعب حاليا ترك الاهلي من اجل الاحتراف الخارجي بعدما حصلت على الفرصه. الحقيقه سمعه اللعيب المصري ما شاء الله، يمكن كل اللي حصل من الانتقال الكبير، عندنا حوالي 10 لعيبه دوليين معظمهم في الدوري السعودي، عندنا دوري جنوب افريقيا بدا يبص باهتمام على اللاعبين المصريين مش بس عمرو جمال، ادي كمان محمد الشناوي بيقول ان صن داونز وبيدفست الاثنين اهتموا بيه والاثنين قدموا له عروض. صلاح فتح زي ما الشناوي بيقول، فتح طاقة الأمل لكل اللعيبة المصريين يا باشمهندس. وده اللي أنا بقوله، يعني النهارده الشناوي بيقولوا له أنت ثابت البطل الجديد. والشناوي جاوب كويس، الفرق بينه وبين الكابتن ثابت كتير وده مثل الأعلى. بس لازم يفهم أن عندما تقارن بأحد الرموز لازم تقارن بيه في كل الجوانب، كل الجوانب. قوة ثابت البطل ليس في مستواه الفني فقط. ولكن في شخصيته، انه عمل شخصيه لحارس المرمى، كان لاعب يحرس المرمى بشخصيه مختلفه عن كل حراس المرمى السابقين. هو كان يعني يبدي لك وكان حراسه المرمى انك انت تقدر تلعب جول من كتر ما بيبسطها. لا بيطير ولا بينزل ولا بيعمل، ياخد خطوه يمسكها كده يعمل كده يزقها كده، يعمل شخصيه تقيل راجل، وده اللي نجحه بعد كده كمدير كوره. الشناوي اللي عايز يكون يقارن بواحد زي ده لازم يبقى شخصيته قريبه من كده. نتمنى. لا انا مش عايز اغير ستايل لعبه، لان لا انا ما بتكلمش على ستايل اللعب، انا بتكلم على الشخصيه. ايوه بس الركازه يمارس راكز راكز صحيح. طيب بمناسبه بقى على فكره الشناوي يستحق الانضمام للمنتخب. شناوي هيكون حارس المرمى في كاس العالم، ما تقدرش تسبق الاحداث، ما تديلوش هذا الحق دلوقتي، اديله هذا الحق كمان 3 اشهر، اديله هذا الامل، اديله الامل انه يشتغل عليه. لكن هو يملك. باذن الله. مؤمن زكريا متالق في الدوري السعودي الحقيقه، والنهارده يمكن مؤمن غلاف معظم الصحف السعوديه، دي جريده الرياضي السعوديه النهارده، واضح صورة مؤمن زكريا هي الصورة الرئيسية على غلاف الصحيفة السعودية وساعة الانتشار، وحديث عن تسجيله هدفين في مرمى العروبة في كأس خادم الحرمين بعد لعب تلت ساعة فقط، سجل فيها هدفين في 3 دقائق فقط عشان يواصل مؤمن زكريا نجاحاته في السعودية وأهدر هدف هدفا من انفراد. قلت لكم ان احنا لمزيد من التفاعل مع حضراتكم فرصتكم تشوفوا هدفين مؤمن زكريا الاول، وبعد كده هنستقبل بعض تليفونات حضراتكم على 3-8-3-5-6-5-5 او 010-996-59-8. وطبعا زي ما قلت لكم لتفاعل حضراتكم على هاشتاج اسال ملك وكتابه، بتبعتوا لنا كل الاسئله اللي انتم عايزين تسالوها والصفقات اللي عايزين تعرفوها من مهندس الصفقات خلال الحلقه، هنحاول نجيب لحضراتكم عليها اولا باول. بس تعالوا نشوف هدفي مؤمن زكريا في مرمى العروبة.
شباك الأوروبا. هنا الكرة، هنا نقلة، هنا هدف خامس في القاهرة. ولا في جدة انت يا مؤمن بتنور الحتة، في القاهرة ولا في جدة انت يا مؤمن بتنور الحتة. شوفها 6-6-6-6. الأولى من سلمان، الثانية من فيتفا، رافع في مرتين، ومؤمن زكريا قال خلوها عليا، خلوها عليا. السادس للأهلي في شباك الأوروبا. ايه ده كله أهلي آخر حلا، أهلي آخر جمال. نورت الحتة يا باشا. والله ده المعلق بيقول له مؤمن كده. بداية مهمة. بداية مهمة إنك أنت ربنا يوفقك وتعمل علاقة مع الجماهير. طبعًا. ويعمل لهم كده بتاع كلام حلو، جايب جولين، وده بنقوله بقى اللعيب اللي ينزل آخر 10 دقايق منهم 5 دقايق في الوقت بدل المحتسب. 90 و93. و93. إذا ده معناه إيه؟ نقل لهم سحر الدقايق الأخيرة. لما تجي لك الفرصة كن على قدرها. بس. كن على قدرها. طيب هناخد بعض اتصالات حضراتكم سريعًا قبل ما نطلع لفاصل، بس نرجو مبدئيًا الكلمة اللي بنفكر بيها وكل البرامج بتقولها، اسمعنا من التليفون وطي التلفزيون، ويا ريت الأسئلة مختصرة سريعًا عشان نحاول ناخد أكبر قدر من حضراتكم. معانا أحمد من القليوبية، اتفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ إبراهيم؟ أهلًا بيك يا أستاذ أحمد. ازي حضرتك يا أستاذ عدلي؟ أهلًا بيك يا أستاذ أحمد. أنا بس عايز أتكلم في نقطتين تاني حضرتك. اتفضل. أنا بحيي الكابتن عدلي طبعًا على موضوع الصفقات اللي هي بتاعت الشتاء دي، اللي هي بتاعت يناير، على أساس اللعيب بيجي مثلا مقص يجيب اللعيب 200-300 ألف جنيه، عاوز يدي النادي الأهلي ب 20 ألف جنيه، أنا بحيي حضرتك. 20 مليون. موقفك الشخصي. بحيي حضرتك على موقفك الشخصي. تاني نقطة حضرتك معلش كده سريعا، الكابتن حسام البدري لو هو جاله عرض صحيح المفروض ما يقولش، هو ما ينساش إن هو بيدرب النادي الأهلي، صح كده حضرتك؟ تاني حاجة بمس على حضرتك وكل سنة وأنتم طيبين ومتشكرين قوي يا فندم. شكرا أستاذ أحمد. في القليوبية كمان محمود. استاذ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمه الله. استاذ ابراهيم اهلا بيك يا استاذ محمود. ازيك يا استاذ كابتن عدلي؟ اهلا يا حبيبي، ازاي حضرتك يا فندم؟ والله احنا بشكر حضراتكم على الكلام اللي حضرتكم بتقولوه اولا، والصفقات وموقف حضرتك موقف رائع. ده اول حاجه. هو مش موقف حضرتي ده، موقف النادي الاهلي مع قناعاتي يعني، لان موقف النادي هو من خارج عن من صلب ان هو ده جمهوره. نفس الكلام يعني، الجمهور بيفكر بنفس التفكير بالظبط. ايوه تمام. تاني حاجه والله انا نفسي اقابل الكابتن محمود الخطيب. مش عارف اقول لك ايه. هو الكابتن محمود الخطيب سمعنا هيقول لك وين هنك وانا كمان. هو يعني لو كنت عايز تقابله ممكن تروح النادي وتعرف مواعيده وتطلب انك تقابله، مش هيقول لك لا.
احنا هنحاول ننظم طريقه ما نعمل لقاءات مفتوحه للجمهور من خلال مجله الاهلي يبقى فيه مناسبه يا باشمهندس توفر فرصه هذا اللقاء. بعد تتعمل في الاستاد يا ابراهيم هتلاقي مصر كلها عايزه. لا هتختار شريحه حتى لو كل مره شريحه عدد معين من الناس. ماليش دعوه دي مسؤوليتك ورينا هتعملها ازاي. لا ننظمها من خلال المجله ان شاء الله. شكرا يا استاذ محمود. استاذ محمد من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس منور الدنيا. ربنا يخليك. استاذ ابراهيم. اهلا بيك اهلا بيك يا استاذ محمد. معلش انا بس كان عندي استفسار. اتقال في الفتره الاخيره ان في لعيب عالمي. اتقال اللفظ كده. طيب ماشي هنعلق على حته العالمي. عايزين بس يعني. تعرف هو مين؟ اه اسال اللي قال. او حتى لو مش هنعرف مين يعني ما تسال اللي قال. ايوه هو مين اللي قال؟ ما حدش في النادي الاهلي قال. بقول لك انت حضرتك اللي قلت. انا؟ لا طبعا ان شاء الله يا رب مش عارف يحصل ايه. لا لا اتقال اتقال ان في لعيب من طراز عالمي. مش احنا اللي قلناه يا عم. اصل محدش يقدر يا محمد. اتقال اثناء الاهلي ما كان بيلعب في الامارات احد المعلقين العرب اباح بهذا الامر يعني. وقد يكون يعني حقيقي وقد لا يكون حقيقي يعني. طب الاكيد يعني عند حضرتك هل الاكيد اللي بيحصل الاكيد اللي بيتم وبتسمعوه. تمام تمام يا باشمهندس. شكر لحضرتك وشكر. شكرا يا استاذ محمد. عسكر من الشرقيه. السلام عليكم. ازيك يا عسكر؟ سلام. معاك ممدوح عسكر من الشرقيه يا فندم. اهلا بيك يا ممدوح يا عسكر. سبت المعسكر الاول. اسال سؤال، ليه اللي بيشرب شويه ميه في النادي الاهلي بيفضل يحب النادي الاهلي؟ يا رب دايما ان شاء الله. ميته ميته. انا ابني اتربى في النادي الاهلي على فكره. والله؟ اه. ايه كان بيلعب في الاهلي؟ كان بيلعب في الاهلي وحاليا في طلائع الجيش. وبيحب الاهلي. مواليد 2000. ربنا يوفقه وقطعا انه طالع متربي بدليل انه قعد مده في الاهلي. وقطعا نادي طلع جيش هيستفيد منه. ولذلك بحب النادي الاهلي حب مالوش بعد حدود يعني. والله اللي يعرف قيمه الاهلي لازم يحب. اللي يعرف قيمه الاهلي وتاريخه لازم يحب. عاوز اسال بقى على موضوع المدافع اللي هو عامل ازمه في النادي الاهلي. عاوزين نشوف هل يعني طمنا على صفقه المدافع. حاضر حاضر. طيب ماشي. شكرا يا استاذ ممدوح. استاذ شاكر من حلوان. استاذ شاكر. ايوه يا فندم حضرتك. اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اتفضل يا شاكر بيك. كنت عايز بس حضرتك اسال ان كان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان في صفقه جايه يعني الاهلي وكده. اللي هي صفقه اللعيب العالمي دي، هل الكلام ده صحيح حضرتك؟ ما احنا هنرد عليه. شكرا شكرا يا شاكر. نروح شويه قبل بقى. مصطفى من سوهاج يا درش. اهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا مصطفى. عامل ايه؟ الله يخليك يا حبيبي. انا اول مره على فكره اتكلم في قناه النادي الاهلي. وباذن الله ما تكونش اخر مره بنتشرف بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشمهندس. ان شاء الله كده ما فيش صفقات جديده كده جايه للنادي الاهلي. عايز اطمئن على الصفقات. حاضر ان شاء الله. معانا سيد من جنوب سيناء. حلو قوي الكلام. يا استاذ سيد. اتفضل يا استاذ سيد. اتفضل يا استاذ سيد. في صفقات جديده في الاهلي؟ صفقات الاهلي. صفقات الاهلي شغله الناس كلها. شكرا يا استاذ سيد. خلاص نجاوب بقى. ايه حكايه اللاعب العالمي بقى؟ ما انا قلت ايه المواصفات يعني ايه لاعب هو عالمي؟ كلمه عالمي دي في حد ذاتها مين اللي بيحددها؟ اه عالمي لازم يبقى من الدوريات الكبيره في الانديه الكبيره. ده العالمي. واحد قال لي ده انا افتكرت انه رونالدينهو لقيته بيعتزل. لقيته بيعتزل. اه يمكن بيعتزل عشان يجي لنا بيموه يعني؟ لا ما اعرفش. يعني هو فكره انك انت انما لاعب جيد جدا ممكن يبقى فيه بيدرس يعني ان احنا نجيب لعيبه كويسين بس يعذرنا الجمهور ان احنا مش هنتكلم في التفاصيل يعني. بس ايه تاني؟ اتسالت على صفقه المدافع. المدافع. لازم نعرف حاجه مهمه جدا وجماهيرنا تعرفها. الاهلي لما بيجي
يسعى الى التطوير لازم يجيب حاجة احسن من اللي عنده او بتسد عجز عنده، حاجة من الاثنين. النهاردة مدافع المنتخب من النادي الاهلي ولكن في اصابات، يبقى انت عايز وداخل على افريقيا لازم تجيب حد يستطيع ان يكون منافس عشان ما يحصلش دروب. لحد دلوقتي انت حالي للمشكلة دي من ولادك فما عندكش أزمة في النهاية يعني. لكن كونك تسعى انك تجيب حد جديد عشان ترجع كل واحد مركزه لما تحتاجه، مش معناها انك انت خلاص مزنوق وتستدرج في ارقام مش منطقية تضر الصفقة وتضر اللاعب اكتر ما تفيدنا كلنا. فموقفنا ان احنا اذا لقينا حاجه وقدرنا نتبادل لعيبه بنوع وين وين، اكسب واكسب معاك، هنعمل الكلام ده، وده اللي شرحته. لو ما قدرناش يبقى هنكتفي باللي عندنا وندعم بطريقه مختلفه احنا حاطين لها استراتيجيه. مش ضروري تبان النهارده. ايه؟ ناخد وليد من كفر الشيخ. وليد السلام عليكم. وعليكم السلام. يا وليد سلام ورحمه الله. ازيك يا كابتن عدلي؟ اتفضل يا حبيبي. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ وليد، اتفضل. ازي حضرتك؟ الله يخليك. اولا بقول لحضرتك بس كنا عايزين نشوف بدايه الدوري، كان قالوا الاربعه الافارقه تمام؟ طبعا كان كلها اهواء شخصيا كابتن المستشار مرتضى منصور ان هو يعمل اربعه في القايمه تمام؟ وايه الفائده اللي احنا استفدناها لما نجيب اربعه ونخلي ثلاثه بس في القايمه؟ نخلي ثلاثه بس يكونوا في الملعب. بالتاني على الدكه. هو ده خطا طبعا جسيم. رايك صح. تفهمني؟ يعني حتى الثلاثه يكونوا في الملعب والثالث يكون على الدكه، من لازم نستفاد بيه، نجيبه ملايين ونسيبه على الدكه. ولا ايه راي حضرتك؟ صحيح كلامك حق. ونفس ساعتها وكان ده راينا. ايوه، لكن نجيب الاربعه ونجيب الاربعه فرقه وكان كلها عشان الزمالك كان عنده سبعه. اتفقنا معاك يا معلم. تمام يا استاذ وليد. في حاجه ثاني؟ ماشي. شكرا يا استاذ وليد. استاذ ماهر من القاهره. استاذ ماهر. باهر. باهر. البيه باهر. دايما باهر. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير. انا بمسي على حضراتكم. شكرا جزيلا. الله يخليك. انا بقول لحضرتك انا كنت من يومين ثلاثه كده كنت بسمع راديو في العربيه. كان احد المذيعين المحترمين طبعا، انا مش عايز اقول اسمه، فكان بيتكلم على الصفقات اللي حاصله اليومين دول خاصه مع المقصه يعني. وقال ان الاهلي دلوقتي بيخلي اللعيبه عشان مش هتيجي الاهلي ما تلعبش بالطريقه المثلى عشان يبانوا ان هم وحشين وياثروا على المستوى بتاعهم. فهل الكلام ده منطقي ولا مش منطقي؟ طيب ده سؤال مهم كويس ان قاله يا استاذ ابراهيم. جدا جدا جدا. اللعيب اللي هيعمل كده مش هيكون له مكان في النادي الاهلي. بس خلاص سمعتها. أنا مش هجيب لاعب بيتلاعب على ناديه عشان يجي يتلاعب عليا بعد كده. قولا واحدا، اللعيب اللي مش مخلص لناديه مش هيكون له خير عندي. لا يمكن إن احنا دي تبقى سياسة الأهلي. اللعيب اللي مش هيبذل قصارى جهده، واتقال الكلام ده، وحسين الشحات جاب فينا جون وخسرنا المباراة، حصل ولا ما حصلش؟ وكل اللعيبة اللي بتلعب ضدنا بتلعب بمنتهى التفاني والتألق عشان عارفين إن ده قيمنا وسياستنا. انما اذا كان انسان ما يرى ان هذا في مخيلته وممكن نلجا اليه، لا، هذا اسلوبك مش اسلوبنا. بس تاني، اي لعيب فاهم انه هيتمرد على ناديه عشان يجي الاهلي مش هيجي الاهلي. الاهلي مش هيرفضه. الاهلي لا يضم متمرد. بس حلتها لك. محمد من اكتوبر. يا استاذ محمد. اهلا استاذ ابراهيم، ازاي الصحة؟ اهلا بيك يا استاذ محمد. اولا انا بشكركم جدا. علي صوتك يا استاذ محمد. اولا انت في اكتوبر يعني لو عليت صوتك هنسمعك من غير التليفون. ماشي. اولا بشكركم جدا. شكرا. الو. اتفضل. ايوه استاذ ابراهيم، معلش كنت فاتح المايك، معلش انا اسف. اتفضل. بشكركم جدا. وربنا يخليكم درع وسيف للنادي الاهلي. شكرا، ربنا يخليك. وربنا يخليكم للنادي الاهلي. ربنا. عايز بس اقول فكره بخصوص الاستاد من فضلك. اتفضل. يعني كنت بعت لحضرتك على الصفحه فكره كده بسيطه، يعني احنا جمهور الاهلي نفسنا ونتمنى يكون لينا دور.
فتعملوا لنا مثلا زي سهم كده تذكاري، زي حتى تذكره تذكاريه كده ب 100 جنيه لكل واحد ندفعها. بنفكر في حاجات زي كده وهنعلنها بناء الاستاد بتاعنا. تمام حضرتك، بنفكر في اكتر من فكره يعني ب 100 ب 1000 ب 10000 كل واحد على قده يعني. تمام تمام يا استاذ محمد، شاكرين. يا استاذ محمد اسلام من الجيزه. اتفضل يا فندم. اتفضل يا اسلام. كابتن عادل ازي حضرتك؟ اهلا يا حبيبي، ازيك حضرتك يا كابتن؟ دلوقتي احنا داخلين على بطوله افريقيا، تمام؟ ايوه. احنا محتاجين مدافع يا فندم بنفس مستوى اللعيبه اللي عندنا، ضروري ضروري ضروري. لو عندك واحد شاور لي عليه، لو عندك حد بمستوى اللي عندنا شاور لي عليه. ماشي يا فندم. ليه يا فندم؟ ان احنا مثلا يعني لو هنضطر حتى ان احنا نضحي بلعيب افريقي نجيب مدافع افريقي، ايه المشكله يا فندم؟ دي مساله يحسمها الجهاز الفني طبقا لاحتياجاته. طب وعوده الجمهور يا فندم، يا ريت لو في اي اخبار تعرفنا يا فندم. ربنا سهل، نرجو بس من الوسط الرياضي الاول انه ينضبط ويعود الهدوء. مشكلته في قيادات كثيره في الوسط الرياضي دلوقتي عامله اشتباكات، فالمهم لما الدنيا تهدى نقدر نجيب الجماهير، انما هنجيب الجماهير عشان نحركها هو ده الخطوره. يعني يشتكوا من شغب الجماهير فتلاقي مسؤولين الرياضه هم اللي شغب المسؤولين. احنا ممكن يتمنع المسؤولين من حضور المباراه. ارحم وارأف. شكرا يا اسلام. مصطفى من اسيوط، استاذ مصطفى. يا استاذ مصطفى سلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك. ماشي كابتن عدلي. اتفضل. معاك مصطفى من اسيوط يا فندم. ازيك يا مصطفى؟ والله تحياتي وتحيات كل اسيوط لحضرتك وللاستاذ ابراهيم. طبعا استاذ ابراهيم بلدياتكم طبعا. اتفضل. الله يبارك فيكم يا رب. الله يخليك. اتفضل. لو سمحت عندي اقتراح، فين الناشئين بتوعت الاهلي اللي بتكلف النادي ملايين؟ بنبيعهم وبنرجع نشتريهم بملايين الدولارات وملايين الجنيهات. بقول لك ايه؟ ما تمشيش ورا النعمه دي كتير، لانها حق يراد به باطل وحاسبته لك دلوقتي. تمام. طيب عندي اقتراح حضرتك، احنا عندنا في الصعيد في اسيوط ما في، عايزين اكاديميه للنادي الاهلي. عندك يا ابني اكاديميه. عندك في اسيوط وانا رحت حضرتها وزرتها. قول يا ابراهيم يعني يا استاذ ابراهيم هيقول لك هي فين. هي موجوده في ملاعب الجامعه. يبقى ما فيش اعلان. موجوده في ملاعب الجامعه. مفيش هو إعلان. عارف. لا هو بيقول لك فيه. امال ايه؟ عايز ايه تاني؟ انت عارف ان في اكاديميه في اسيوط ولا لا يا مصطفى؟ لا 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 والله ما اعرفش. ما يعرفش. لا 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 موجوده في ملاعب الجامعه. يبقى في تقصير في عمل الاكاديميه هناك على طول كده اذا كان اسيوط ما يعرفش. انت منين من اسيوط يا مصطفى؟ نعم. انت منين من اسيوط؟ من بيروت. لا من بيروت جنبي، لكن اسيوط المدينه في ملاعب الجامعه فيها. لو عندك حد ابعته على هناك على طول. تمام ماشي يا فندم، وربنا يديكم صحتكم وعافيتكم ويخليكم لينا كلنا. شاكرين يا حبيبي. شكرا جزيلا. شوف اللي تقدر تخلص بيه، جمهور الاهلي عنده غيره على فلوس الاهلي. عنده غيره على الاهلي في كل حاجه، على فلوس طبعا. بص هو يقول لك ايه من ضمن الحاجات. بص كل كلام الناس، احنا ليه هو رافضين فكره ان الناس عمال تغلي على الاهلي ويقول لك جايبين لعيب ب 300,000 وعايزين يبيعوه للاهلي ب 20 مليون جنيه. يقول لك لا نوفر الفلوس عشان الناشئين. يعني هتلاقي دايما وابدا الناس احساسها او عايز يتبرع بفلوس عشان يساهم في بناء الاستاد. كلام مظبوط. بس حق يراد به باطل ليه؟ الانسياق ورا الاهلي، فين الناشئين؟ ده النادي الاهلي اكبر نادي في مصر بيلعب بعدد من اولاده في الملعب. واكتر نادي طلع في الثلاث سنين والخمس سنين اللي فاتوا ولا الست سنين اللي فاتوا والسنه دي ناشئين. على فكره ممكن يكون اكتر نادي في الدوري ولاده في التشكيل الاساسي، ولاده اللي هم من مدرسه الكوره كمان. من مدرسه الكوره. كونه يطلع مرحله ويجي مرتبطه بايه بقى عشان الناس تفهمها؟ مش عين وحشه ولا حاجه. انما بيبقى ساعه اللعيب ما هو طالع يطلع مؤمن زكريا يكون لسه ابو تريكه في الملعب. وبركات في الملعب، هيبقى صعب يلاقي فرصته. كويس، يطلع ينضج ويرجع، مفيش مشكلة في هذا النوع. من أيمن أشرف نفس القصة، يطلع ويرجع. وتملي بتثبت واجهتها، هشام محمد يطلع ويرجع. إسلام محارب. إسلام محارب، وإن كنت أنا ساعة ما طلع إسلام محارب ما كنتش مبسوط قوي، ساعة ما طلع مانجا ما كنتش مبسوط قوي. مانجا واحد من أهم اللعيبة في خط الوسط في مصر. ولعيب
ضمه الكابتن حسام البدري وهو عنده 17 سنه كمهاجم كراس حرب. صحيح. ولعب باك رايت ولعب هاف ديفندر. لا موجودين بس هي اللحظه المرحله اللي انت فيها. وبعدين انت طلعت تريزي طلعته بره، طلعت رمضان وطلعته بره، فاولادك موجودين بره وفي يوم ما هيجوا باذن الله. هتيجي تقول لي صفقات شتويه وصفقات صيفيه وصفقات جديده، ما هي لما بترجع ولادك وهم في تمام النضج وما حرمتهمش من فرصتهم في الاحتراف، ده كلام سليم وصحي لكل الاطراف. ده كلام هياخدنا للقطه والجمل. قطتنا قطه وجمالكم قطه، ولا قطتنا جمل وجمالكم قطه؟ حدوته اثارت لغط كتير الفتره اللي جايه اللي فاتت، لكن في الفقره اللي جايه هنشوف الرجاء تأميم القمه يا اهلي ازاي بعد فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنشكر تفاعلكم الكبير والسريع معانا الحقيقه، سواء في الاتصالات الهاتفيه التي لم تتوقف من بدايه الحلقه، وبنعتذر لحضراتكم عن بقاء عدد كبير منكم على الهاتف لبعض الوقت، وكذلك ايضا المشاركات بتاعتكم من خلال صفحه القناه الاهلي على الفيسبوك هاشتاج اسال ملك وكتابه. قبل ما ندخل في الفقره الاولى يا باشمهندس، هقرا لك بعض الاسئله السريعه علشان اسال، وحتى لو في اسئله يبدو انها محرجه اسالها. طيب بينج بونج سريع بقى. محمد طه بيقول لك فين الصفقات يا كابتن عدلي، ويا ريت نقاطع سموحه والمقصه للابد. لا ده كلام مش صح ومش احترافي. هي لحظه معينه في اسلوب معين في السوق، الاسلوب ده ادى الى قفز الارقام. احنا كنادي الاهلي بنحاول ان احنا نقول كل شيء في حجمه، لكن هذا لا يعني ان احنا نقاطع اي نادي. علاقتنا تحديدا بالناديين دول على اعلى مستوى وبقيادتهم على اعلى مستوى، لكن هم بيطلبوا فلوس وبيلاقوها وبياخدوها، ليه ما يطلبوش؟ طيب سامي عبد العزيز سطوحي قال لك سلامي لاحلى برنامج، يا ريت نعرف اخر اخبار الصفقات يا كابتن عدلي. هتعرف اخر يعني تبص تلاقي الايه، الموضوع متناقض. يقول لك قاطع واعمل ومحدش يفرض عليك اسلوبه، وفي نفس الوقت عايزين صفقات. ايوه. ما تحطوش النادي الاهلي تحت ضغط. الصفقات مش لعبه، ما هياش دوري. مش مين يجيب لعيبه اكتر، مش مين اللي ينجح في انه يضم لعيبه. لا ال 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 النجاح في انك تكون فريق قوي يستطيع ان يحقق البطولات. الاهلي هو الناجح في هذا الامر حتى الان. طيب ابو بكر سركوح بيقول لك اريد ان اسال الاستاذ عدلي لعله ده مغربي، عن إمكانية تعاقد الأهلي مع نجم الوداد أشرف بن شرقي، ولو تمت صفقة ستكون من أحسن صفقات الأهلي على مر التاريخ. واضح أنه رجل أهلاوي جميل، لكن أشرف بن شرقي قيل والله أعلم يعني أنه متحدد له 3 مليون دولار، وأنه هو أحد الأندية الأوروبية يعني عايزاه بهذا المبلغ، لكن هو لعيب مهم، لعيب نشط، لعيب يستطيع ان يتواجد في المكان اللي يجيب فيه جون. والله لو في متناول الاهلي هيبقى شرف كبير وهيبقى اضافه كبيره. طيب عبد الله سعد رضوان مساء الخير يا باشمهندس يا استاذ ابراهيم، اسال عن موضوع جون انطوي وكيف اعادته للاهلي. اطمن لو عايزين نرجعه هنرجعه. لو عايز ترجعه ترجعه. باذن الله. حتى لو كان في عقد اعارته حقية شراء المقصة ليه ب 600 ألف دولار زي ما قال اللي هو محمد عبد السلام؟ هناك في العقد أمر ما يتيح للأهل الحق في استعادته. مفيش يتيح لك إنك أنت ليك رأي. ليك رأي. ليك رأي. والأصل في المسألة إن أنت اللاعب يرجع لك. ما قالش فيه ما تخليش أتكلم في أسرار التعاقد بقى وأقول إنما في المتناول. لك رأي في الأمر. طيب. بإذن الله. مش هغلس عليك أكتر من كده. ما تغلس؟ آه. طب محمد صبحي بيقول لك عن التجديد لشريف إكرامي، وهو رأيه إن هو شريف الفترة اللي فاتت ما كانش كويس، وده يا جماعة أنا بس عايز أقول حاجة في صفقة أنطوي. صفقة أنطوي 600 ألف دولار ونسبة 15% من إعادة بيعه لأي نادي. لم تتوقف عند 600 ألف دولار. وإحنا مسألة مش داخلين في عند مع حد، ومش هنعاند على حساب المصالح، ولكن احنا ناس
هنتعامل باحترافية مع الأمر تماما ومع احترام كامل للمنافس أو الطرف اللي قدامنا في كل الأمور. يا ريت الناس تبقى تفتكر إن شريف إكرامي هو الحارس اللي احتفظ بنظافة شباكه لرقم قياسي من المباريات في السنوات الأخيرة، هو اللي ساهم بجهد كبير جدا مع زمايله في الفوز بكل البطولات السنوات الأخيرة. عنده أخطاء زي ما عند أي حارس مرمى أخطاء في العالم، لكن كون إن احنا نختزل تاريخ شريف وعطاء شريف في خطأ ما وقع بيتكرر كتير، فأنا أعتقد ده ظلم وكلام غير موضوعي. تريزيجيه أو كهربا يا باشمهندس بالله عليك، إيه عمر عبد الله شريف، أنت قريت حاجة هنا؟ بيقول لك يعني ما كانش نفسه شريف يجدد. طب مش تسألني؟ طب أنا سألتك. احنا عايشين مشكلة جامدة جدا في كل امورنا دلوقتي. حالة بدأت على السوشيال ميديا. الاستقطاب الثنائي. انك انت بتحب فلان تبقى ضد فلان. وليه شايفين تملي زي ما انت قبل كده من زمان قلنا هي القمة مش مدببة، لازم تكون مدببة، ما تستحملش غير واحد. وجود شريف وجود الشناوي وكان معاهم قبل كده احمد عادل اللي منع في مجال المنافسه، كان همه ضروري ان يبقى حد منهم هو اللي مسمع. في لحظه ما كان شريف اكرامي، وكلنا ايام البطوله كاس الامم الافريقيه كنا بالاجماع شريف اكرامي كان حارس مصر رقم واحد. طبعا حصل حاجه النهارده، اديت الفرصه للشناوي، هو النهاردة الحارس الذي يجذب اهتمام واحترام كل الناس. وفي طريقه أن يصبح لاعبا دوليا. هل معنى كده أن خلاص بقى كل واحد تاني ما لوش دور؟ لا 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 لا، الحارس الواحد ما فيش كده. لما تحب شريف ما تكرهش التانيين، لما تحب الشناوي ما تكرهش شريف، لما تحب أحمد عادل منعم ما تكرهش التانيين كده. أنا أشعر أن شريف تعرض لحملات خبيثة، واخد بالك؟ كان مش شريف بس، الاهلي كل واحد عنده مشكلة معاول. ده انت يا راجل عبد الله السعيد اللي كلنا لازم نفخر ان مصر تقول ده اهم لعيب، بتجد ناس بتدعي انها اهلاوية طول النهار تهاجمه. انت اهلاوي منين؟ طب انت افرض ان عبد الله السعيد ده مستوى واقع، ما تقف جنبه توقفه. ولا مهما عمل مفيش فايدة، مهما عمل. مؤمن زكريا محدش قال فيه كلمة حق غير لما حس انه هيمشي، برضه نفس الشيء. لعيبه الاهلي يا جماعه ادتنا وادتنا باخلاص. صحيح. وكره العالم، كره القدم في العالم كلها تخضع لمنحنيات في المستوى. طبعا. ولذلك الفريق اللي بيقول لك اللي عنده دكه كويسه هو اللي بيكسب في الاخر. لانه اللي بينزل واحد بيشيل. ولما بيتقال ان الاهلي ما فيهوش اساس واحتياطي هذا حقيقي. هو في النهارده تشكيل اساسي في الملعب، لكن بكره يبقى ممكن التشكيل ده يتغير فيه كتير. اساسي في الملعب باسماء اخرى. لازم الناس حب الاهلي زي ما هو. انت جيت اخترعت الاهلي ولا لقيته فحبيته؟ عايزين تغيروه ليه؟ ما ده حاجه غريبه جدا. واحد راح حب واحده، او واحد حب واحده حبت واحد لمواصفات معينه فيه، ومن يوم ما ترتبط بيه عايز تغيره. ايه الكلام ده؟ في حين حبيته كده، وهو ده اللي بيفشل العلاقات. انت حبيت الكيان ده كده، امشي بدستور، مش تحط له دستور من عندك. والا مش هيبقى هو اللي انت عايزه. ودي مسؤوليتنا، وده اللي كنا بنقاومه باستمرار. طيب عمر عبد الله بيقول لك تريزيجيه او كهربا يا باشمهندس بالله عليك. حاضر. مش حلفني بالله حاضر اقول له لا. صبر الجبال بقى. بيقول لك كابتن عدل مساء الخير، مساء النور يا استاذ ابراهيم. سؤال بسيط بعد إذنك، كثير من أعداء الأهلي يهاجموننا ويقولوا إن الأهلي بيهدر المال العام، بيعقد صفقات بالملايين ويتنازل عنها بدون مقابل، أرجو من حضرتك ترد عليهم رد وثائقي حتى يعلموا جيدا أن الأهلي ليس ناديا فقط بل مؤسسة تدار باحترافية. اللهم ارحمنا من أصحاب العقول الفارغة والأقلام الحاقدة. ده كلام سليم. طلب بس هو طلب قال رد وثائقي. أما إنه طلب هذا الطلب بستأذنه في إرجاء الإجابة لما نجيب الوثائق ونقراها بالأرقام. طيب حمادة معتمد بيقول لك أنا عاوز أعرف عبد الله السعيد جدد ولا لسه؟ لسه، ولكن في سبيله بإذن الله.
ومش للإعارة ولا للبيع. لا خلاص النادي أعلن موقفه في هذا الأمر. طيب أنا مندو، واحد بيرمز لاسمه أنا مندو بيقول لك يا سفاح الصفقات، عايزين نعرف محمد عنتر في الأهلي ولا لا؟ هو كان في دائرة اهتمام الأهلي بالتأكيد، هو لعيب كويس. لكن برضو فكرة إن يتحدد أرقام نراها لا تتناسب مع سعر لاعب حتى الآن مهما كان كويس وليس لاعبا دوليا. يا جماعة احنا علينا مسؤولية بالنسبة لمصر، ان محدش ياخد وإلا هو ده الانفليشن، هو ده التضخم. هو ده ان الكوباية دي في يوم ما اشتريها بألف جنيه لمجرد ان انا محتاج كوباية، مش عايز اشرب بكفوف ايدي، لا هشرب بكفوف ايدي لحد ما اشتري الكوباية. فما بالك لو انا عندي كوباية تاني، ايه اللي يخليني اشتريها بألف جنيه؟ مش معنى كده الكوبايه دي وحشه، دي كوبايه جميله جدا ونفسي فيها، بس مش هشتريها بالألف جنيه، هشتريها بثمنها. يا سيدي عايز اجاملك اكتر من ثمنها شويه. المره اللي فاتت قطه وجبل، والنهارده كوبايه وحفنه ميه. ماشي، لا انا بدي امثله عشان ابسط على الناس. طيب ماشي. انا موافق. دي اجاباتك. انا موافق. عبد الله عماد سالم بيقول لك يا كابتن عدلي احنا عاوزين مدافع بقيمه الفانيلا الحمراء. حاضر، وبرده ساعدونا. عبد الرحمن منصور، لماذا يواجه الأهلي العثرات في الصفقات عكس المنافس؟ كل صفقاته تنتهي بأريحية في الآخر. بتجيب احتياجاتك، بتعبر عن نفسها، ها؟ جزء منها بيعبر عن نفسها، اللي بيتحمل الأهلي ونظامه وضغوطه. وانت اللي موجود. الصفقات ليست هدف يا جماعة، الصفقات مهاش مسابقة مستقلة عن الدوري العام والكاس وكاس أفريقي. مش اللي بيفوز بالصفقات بياخد لقب. وعشان كده انا من زمان كلمه ملك الصفقات كانت بتزعجني جدا، على اساس انه بيشارك في كاس العالم للصفقات. ايه يعني الصفقات دي وسيله وليست غايه. اذا كانت الوسيله دي هتؤدي انها تربكني ماديا وتربكني فنيا وتعد لي حسابات كثيره وتؤثر بالسلب على دخولها للفريق، بلاها. انا من ضمن الصفقات الناجحه ان انا اجدد للاعبتي المميزين الاول، احافظ على كيان. اسلام فتياني، احب اوجه سؤال للكابتن عدلي عن حقيقه عوده تريزيجيه والصفقات الخاصه بالاهلي في يناير. تريزيجيه في كلام، في كلام ربما يعود. ستوب. اوكي. طيب محمد سعيد، احنا محتاجين اتنين قلب دفاع، فين الصفقات؟ ولا الاهلي طلع وقال لاعب عالمي وضحكت على شعب الاهلي بالكلام الفاضي ده؟ مقبولة منك. واضح انك اهلاوي قوي. حقيقي بتلاقي ناس، ها؟ ده حتى ما قالش ضحكتوا علينا، ضحكتوا على شعب الاهلي، واضح ان هو راجل لا يمت للاهلي بصله. وبدام انت ضحك عليك، ايوه ضحكنا عليك انت بالذات. لان ما حدش طلع قال فيه لعيب عالمي من النادي الاهلي. بالعكس احنا طلعنا قلنا يعني ايه عالمي وباي مقاييس. تحياتي دهاني سعد الاهلاوي، تحياتي لنستر الاهلي المهندس عادل القيعي والقلم الحر الاستاذ ابراهيم، شكرا جزيلا. تحياتي ليكم يا كابتن، لازم نعتمد على في المدافعين على ناشئ الاهلي، هيكونوا افضل. ربما تكون دي احد الاستراتيجيات المستقبليه باذن الله. طيب ده جزء من تفاعل حضراتكم بنشكركم عليه، بس عشان وقت الحلقه، الاهلي وتاميم القمه ولقاء الرجاء. ولو اني واحد من الناس اللي بيكره كلمه التأميم قوي، لان انا واسرتي كنا يعني ضحاياه لاكثر من 15 سنه. وشايفين انه ظلم مبين. ولكن لما التأميم يكون تأميم النجاح في فرص شريفه ونظيفه ومن خلال منافسات شفافه، اهلا بالتأميم. طيب الرجاء تأميم القمه، الاهلي هيلعب مع الرجاء في الاسبوع العشرين للدوري، الاهلي 18 نقطة، لعب 18 مباراة 45 نقطة، والرجاء 19 لعب 19 مباراة عنده 12 نقطة. الاهلي والرجاء لعبوا قبل كده خمس مرات منذ صعود الرجاء للدوري الممتاز 2013-2014، فاز الاهلي أربع مرات وفاز الرجاء مرة واحدة.
الأهلي سجل في مرمى الفريق المطروحي 13 هدف مقابل 4 أهداف سجلها الرجاء. هدفه الأهلي في مرمى الرجاء أحمد فتحي عنده 3 جوان وموجود في المباراة القادمة بكرة إن شاء الله، وعمرو جمال عنده هدفين لكنه موجود في دوري جنوب أفريقيا. النهاردة أقيمت مباراتين، الاتحاد والمقاولين اتعادلوا 1-1، والإسماعيلي المنافس المباشر للأهلي والملاحق ليه على الصدارة تعادل مع الأسيوطي المتألق بقيادة علي ماهر 1-1. وبعد هذه المباراة أعلن الكابتن أبو طالب العسوي استقالته من تدريب الإسماعيلي، وقال أنا عندي حظ سيء جدا من أول ما مسكت الفرقة الحقيقة، والتوفيق غاب عن الفريق، فأنا برفع الحرج عن مجلس الإدارة وبأعلن استقالتي وأضع الأمر تماما أو بالكامل أمام مجلس الإدارة. ده قرار أبو طالب العسوي المدير الفني للإسماعيلي. وهناك كلام كثير حول اتصالات بين إدارة الإسماعيلي وبين حجي المدرب البوسني لإمكانية التعاقد معاه لتدريب الإسماعيلي بكرة إن شاء الله. الحقيقة بس نعلق على الحتة دي، أنا مشفق جدا على الكابتن أبو طالب العسوي، إنه دايما بيكون الحل اللي يجيبوه شأنه شأن كابتن فتحي مبروك، كابتن زيزو، كابتن أميم عبد الرازق، اللي هي ناس موجودة في النادي والإدارات مطمئنة إلى إخلاصهم وإنهم مش هيقولوا لأ. أي واحد بيحب نفسه بيحب نفسه. أيوة. بعد الفصل السخيف اللي عمله دي سابر في نادي الإسماعيلي، أنت وديته فين أنت؟ لا خلينا نتكلم جد، لأن يعني عايزين النقطة دي. قال لك مش عارف إيه. على فكرة ما اتفقش مع أوغندا وقاعد ما بيشتغلش. ما يعني هو شاف ايه؟ ايه اللي خوفه؟ مشي ليه؟ ومشي فجأة كده ليه؟ طب انت ماشي بنجاح والجمهور بيحبك والإدارة مريحاك واللعيبة متعلقة بيك وما بتقولكش لا في حاجة. يعني عندك فكرني بكلوبالي. طب وانت كان مشي من الأهلي ليه؟ يعني طب يعني انت رايح تمرن منتخب أوغندا، واضح ان ما كنتش ماضي عقد حتى. يعني منتهى الغرابة واللغز لازم الإسماعيلي يوصل له في لحظة ما يعني ويعلن، لأن الحقيقة كانت ضربة مربكة. فريق ماشي زي الفل، فأنت بتجيب ناس بعدين كمل شوية وبعدين. والمدرب له أسلوب في الكلام، أسلوب في الطلة، قناعات بلعبة معينة بطرق معينة. مدرب عنده توفيق ومدرب تاني ما عندوش توفيق، مش مقتنع بيها قوي دي بس بتحصل. فالنهارده الاسماعيلي حقيقه قد يكون دفع فاتوره، يعني هو حاسب على مشاريب ما شربهاش. هو ماله يعني ذنبه ايه الاسماعيلي علشان يجي مدرب فرنسي الجنسيه؟ كلنا بنقول الاجانب الاجانب الاجانب، ده ما عندوش اي ناحيه احترافيه. يمشي مع فريق ويحقق معاه كل هذا النجاح وواخد حقوقه ويمشي بالطريقه دي. الحقيقه ظلم الاسماعيلي وظلم اهل الاسماعيلي. هو تعبير ان هو حاسب على مشاريب ما شربهاش. بكره الثلاث النصر مع سموحه، ويوم الاربع فيه اربع مباريات. وادي دجله هيلعب مع طنطا، وبتروجيت هيلعب مع انبي، وطلائع الجيش مع الداخليه، والزمالك مع المصري. يوم الخميس ان شاء الله 25 يناير الرجاء مع الاهلي، والمقصه مع الانتاج الحربي. رجع تاني ظبط معانا يوم الخميس. بس هو ايه يعني ده الماتش الاولاني هيتلعب بدري شويه. لا ملوش دعوه. 2:30 الاهلي 2:30. طيب يعني فاكرين حضراتكم احنا ناقشنا قبل كده كذا مره فكره لعنه الاهلي، وقلنا قد يكون لفظ لعنه قاسيه شويه، لكن ما من فريق يلاعب الاهلي ويتفوق عليه ويتمكن ان هو يفوز او حتى يتعادل الا لما يحصل له دروب بعديها لفتره ربما مش قصيره ويفضل يعاني. واجتهدنا في تفسيرات كثيره لهذه الظاهره، لانه فعلا مش ضربه حظ. راجع كل الفرق اللي بتعمل ماتشات كويسه مع الاهلي وتتمكن انها تفوز على الاهلي او تتعادل، هتلاقيها بعد كده حصل لها دروب واضح جدا. قلنا ساعتها انه الناس بتبذل قدام الاهلي مجهود مضاعف. المهندس عادلي قال وهناك مجهود بدني غير استثنائي، وربما في ناس بتقدر
يعني يضاف ليها قوة إضافية أخرى غير طبيعية بتمكنها إنها تصمد قدام الأهلي، فنتيجة ده عكسيا بتبان بعديها. وقلت له ساعتها يعني في منشطات، ربما يكون في ناس بتاخد منشطات، سواء منشطات كعقاقير أو منشطات معنوية ونفسية في تحمل مجهود إضافي جدا وحالة تركيز استثنائية، لما بيحققوا فوز على الأهلي أو تعادل خلاص الهدف تحقق والبطولة خلصت، ده غاية المراد من رب العباد. من بعدها تبدأ المسألة تدخل في كل الفرق دي ضربة غطس من بعد مباراة الأهلي. المقص عانى من هذه المسألة إلى أن تمكن، لعب ماتش كويس مع النادي الأهلي، لكنه بالإشارة إلى مباراته في الدور الأول وفوزه على الأهلي، المقصة مع النصر، النصر يكسب المقصة 4-1، والرجاء يتعادل مع النصر مع المقصة 1-1، والإسماعيلي يكسب المقصة 4-1، والاتحاد يتعادل مع المقصة 2-2، والمقاولين يكسب المقصة 2-0، والأسيوط يتعادل مع المقصة 0-0. فهي المسألة ما كانتش محض صدفة، بالعكس هي استمرار للوضع اللي أنا قلت عليكم. الأهلي المقصة فاز على الأهلي يوم 10 ديسمبر 2017 في الدور الأول، فاز 3-2، لم يحقق المقصة فوزا واحدا في الدوري بعديها، خرج من التعادل للهزايم لكل المعاناة اللي أنا سردتها لحضراتكم، ابتداء من أنه يخسر من النصر الصاعد حديثا للدوري. خدوا بالكم المقصة بطل وصيف الدوري السنة اللي فاتت ويشارك في دوري ابطال افريقيا، بس ظروف كتير اتغيرت حواليه. اه في لعيبه خرجت ومدرب مشي، بس لدرجه انه يخسر من النصر 4-1 ويخسر من الاسماعيلي 4-1 ويخسر من المقاولين 2-0 ويتعادل مع الرجاء ومع الاصيل. خلي بالك الدوري المصري قوي، انت لما تشوف النقط اللي فقدها الاهلي فقدها من مين؟ خسر مره واحده من المقص 3-2. خلاص اتعادل الثلاث ماتشات مع مين؟ تاج الحربي، طلاع الجيش، طنطا. كل الانديه اللي بتنافسوا فوق هو كسبها. فانت مفيش معايير، مفيش انديه صغيره وانديه كبيره، صدقني في انديه نفسها طويل وعندها بدائل، وفي ماتشات ليها ظروفها. بقول لك في انديه نفسها طويل وعندها بدائل، وفي انديه بدائلها قليله شويه. يعني اسماعيلي كان ناس كتير بيقول هيعاني من هذا الامر، انه دكته محدوده خالص مش موجوده، في ارهاق للعيبه الاساسيين باستمرار. طيب بعد هذا اللقاء الممتع الحقيقه، والشوط الثاني امبارح لعله افضل شوط للاهلي السنه دي، وتمكن من تعديل النتيجه بعد التاخر 1-0 لفوز رائع ومستحق 2-1، كان ممكن تتضاعف النتيجه في هذه المباراه. الموقع الرسمي للاهلي قال الأهلي يهزم المقصة وينفرد بصدارة الدوري، ويلا كورة بيشير لمباراة الدور الأول، فبيقول الأهلي يثأر لنفسه ويبتعد بالصدارة بانتصار مثير على المقصة في الدوري. موقع في الجول قال غضب الهزيمة الأولى، انتفاضة الأهلي بقيادة السعيد تسقط المقصة. واليوم السابع قال الأهلي يثأر من المقصة بثنائية ويحكم قبضته على صدارة الدوري. موقع الإذاعة والتلفزيون الأهلي يفوز على المقصة 2-1 ويتصدر الدوري الممتاز. المصري اليوم قال سليمان يقلب الطاولة على المقصة ويقود الأهلي لفوز مثير 2-1. سليمان ده فيها تورية. وليه سليمان ولا عماد سليمان؟ برضو خباسة يعني. لكن هو وليه سليمان. هو وليد. طيب يعني بتنهال التفاعليات من حضراتكم، لكن هنشوف في الأول تحليل أو تحليلات الفضائيات للشوط الرائع للأهلي على المقصة، الشوط الثاني وفوز الأهلي وتعزيز صدارته للدوري. البداية من قناة النيل للرياضة، نشوف طارق مصطفى كيف رأى فوز الأهلي على المقصة. كابتن طارق مصطفى، كابتن علامة ايوب، من وجهة نظري فوافي وخروج فوافي هو نقطة تحول لقاء اليوم بين الأهلي ورسم المقصة في ختام مباراة الأسبوع 19. بالظبط، هو ده ملخص المباراة، خروج فوافي عمل فرق كبير جدا مع مصر المقصة.
مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط. النادي الاهلي ادى الشوط الثاني جيد جدا. يمكن الشوط الاولاني احنا قلنا استحواذ كامل لمصر المقاصه، انتشار جيد، فرص لمصر المقاصه، مصر المقاصه الافضل بصراحه في كل حاجه، حتى دفاعيا حتى كان منظم جدا مصر المقاصه. الشوط الثاني مختلف خالص، الشوط الثاني الاهلي هو كل حاجه، الاهلي متفوق، الاهلي استحواذ، الاهلي انتشار، الاهلي اكثر فرصا، لكن مصر المقاصه ما ضيعش حتى فرصه. لكن احنا يعني قعدنا نقول ان الشناوي حتى ما جاتلوش ولا فرصه، فوافي كانت نقطه تحول في خروجه. الكابتن حسام البدري بصراحه عمل تغييرات كلها تغييرات ايجابيه، كلها تغييرات في وقتها من وجهه نظر الشخصيه، حتى هو حصل مجازفه في بعض التغييرات، التغيير الاخير حتى بتاع وليد سليمان مكان حسام عاشور ولعب بديفندر واحد اللي هو عمرو السوليه وخلى عبد الله السعيد يزيد وده كابتن علامة طبعا طبعا قال لك يطلع حسام عاشور وينزل وليد سليمان طبعا ده التغيير الثالث لانك عايز تكسب. بصوا النبي السؤال، الاهلي فائز على المقص بشوط رائع قالوا عليه علامه يعني. يبقى السؤال ايه؟ هل خروج فوافي نقطه التحول؟ لا يا حبيبي. والنبي طب عيني في عينك كده، خروج فوافي نقطه التحول. بعدين التحليل كان حسام البدري موفقا في التغييرات واحدثت كذا وعمل كذا ولقينا نفسنا. الاهلي كان من الشوط الاول كان الاكثر جداره والاكثر فرصا، ولكن الاكتساح كان ده شيء تاني بقى. ولذلك عمل الاهلي يا استاذ ابراهيم انه مش بيكتسح المنافس، لكن الاكتساح في الشوط الثاني يا كابتن خالد لا مش خروج فوافي. خروج فوافي كان بيدي تقل للهجوم، ها ماشي، لكن بيعمل ايه في التنظيم بتاع المباراه نفسها كلها؟ اعتقد ان حسام البدري بفارق اللياقه البدنيه، وبرضه خلي بالك من نقطه وده اللي انا بقوله، انت جاله لعيبه كتيره كويسه، فكان في زي ايه استعراض للصفقات الجديده. كل الصفقات الجديده لعبت، مش دي بتبقى على حساب الانسجام طبعا وحفظ الطريقه؟ كويس. فأنا لا، حسام البدري عندما يتأنى في الصفقات بيبقى عنده سبب، عندما يتأنى في التغيير بيبقى عنده سبب. فالماتش ده لم يتحمل فريق المقاصة الضغط المتتالي للأهلي، واستطاع فريق اللياقة مع تغييرات موفقة للغاية وأجوان متكررة للنادي الأهلي. انت لو تجيب الجون الثاني يا ابراهيم اذا كنا هنحلله بعد كده فكرني اقول لك الجون ده اتكرر في ماتشات ايه تانية. طيب نشوف الكابتن علاء ميهوب ايضا في النيل للرياضه وظروف واسباب تالق وفوز الاهلي. بنفس اللاعبين ايه اللي تبدل في الشوط الثاني؟ هل خروج فوافي زي ما انا قلت نقطه التحول، ولا تعليمات الكابتن حسام البدري ما بين الشوطين؟ هو مش فوافي اللي هو هيعمل الفرق ده، لكن طبعا هو اثر في اداء المقص، لكن هو مفيش حاجه اتغيرت غير التفكير نفسه في بدايه الشوط الثاني. تفكير اكيد في حركه اسرع، في ضغط من قدام حصل من لعيبه النادي الاهلي، ما ادوش فرصه لعيبه المقص خالص، ضغط قدام قوي من نص الملعب، المساحات اللي كان بيلاقيها لعيبه المقص في الشوط الاول مش موجوده، لان كانت في حركه سريعه جدا من ثلاثي ايريك وفوافي وصلاح عاشور. في حاجه كمان يا كابتن خالد، بدنيا المقص الشوط الثاني مش هو المقص الشوط الاول، لكن اللي انا عايز اقوله الشوط الثاني بدنيا النادي الاهلي احسن. صح. طول ما انت بدنيا كويس انت هتنفس كل اللي هيطلب منك. صح. ضغطك عمل كويس قوي، حركه بدون كرة امتياز اجاييه، عبد الله السعيد، وليد ازارو، يعني عارف حركه ممتازه، سلاسي واخد عرض الملعب كله، المساحات اللي بيدور عليها لعيبه النادي الاهلي وجدت، واكبر دليل فرج على على الهدف الثاني. بص المساحه والهدف الاول كمان، المساحه اللي عملها ازارو اللي دخل فيها اجاييه اللي هو ما كانش بيعملها في الشوط الاول. يعني ما كانش بيعملها كتير في الشوط الاول، كان الشوط الاول ينقص النادي الاهلي ان يبقى في زياده في الشوط في زياده عاديه في ال 18 عند ميدو جابر وعند اجاييه، ما حصلش الشوط الاول. انا عايز اقول اجاييه الشوط الثاني مختلف خالص عن اجاييه الشوط الاول، كل حاجه تحس ان لعيب جديد. لكن اللي انا عايز اقوله كمان يا كابتن حسام، واضح قوي الكلام اللي اتقال بين الشوطين، يعني اللقطة اللي احنا بنتكلم عليها وبنشوفها دلوقتي ورانا دي اللقطة الوحيدة شفت فيها الشناوي، الكلام ده في الوقت بدل الضايع. صح. بدليل ان انت اولا مستحوذ استحواذ تام، ضاغط كويس قوي على فريق المقاصة، المساحات اللي بيدور على المقاصة مش موجودة. انا عايز اشيد دي كمان
تغيير محمد هاني، محمد هاني عامل شوط تاني ممتاز. يعني الكابتن علاء اشاده واضحه بجونيور اجاييه واشاده ايضا بتغيير محمد هاني. بس الحقيقه انا شايف ان خروج فوافي هو وعلى فكره خروج فوافي وخالد لطيف علق في فوافي لا خروج فوافي هو سبب تعثر مفاوضات سد النهضه، وخروج فوافي كمان هزيمه عامل مشكله لترامب عامل لا وهزيمه البرازيل من المانيا 7-1 اللي كان متخمس سنين نتيجه خروج فوافي. الحقيقه مين فوافي؟ لعيب جيد جدا، لعيب جاب فينا جون قبل كده. طب هو لما هو بهذا التاثير هيخرج ليه؟ يا جماعه مش كده، بلاش طريقه يعني تفطيس وبعدين يرجع يقول لك ايه الحقيقه التغييرات كابتن حسام بس الحقيقه بس الحقيقه واجاييه ما عملش اختلف اجاييه عن الشوط الاول عن الشوط الثاني. انت فرضت اسلوبك، ارهقت اللي قدامك، سلمك الملعب نتيجه فوارق بدنيه وفوارق فنيه، لعيبه بتلعب لاول مره وتكتيكيه في استاد ابراهيم. يعني مدرب زي حسام البدري تقيل اللاعب بتاع شبين ده وهو لاعب جيد عمران ده ده اول ماتش يلعب وحيد تقوم تحطه قدام الاهلي ماشي لك رؤيتك مش هناقشها. بس ما تقوليش فوافي بقى. انا بناقش انا بناقش رؤيه فنيه ماليش دعوه بقى بال يعني لا احاسب اللي بيعملها، لكن بقول اللي كان في الملعب ايه؟ اللي كان في الملعب ان ناس يعني في لعب مش متنظم. يعني ده اعلان فوافي؟ مش عارف انا هنعمل ايه من غير فوافي. يعني هو الاهلي كسب من غير فوافي ليه؟ هو مين فوافي؟ لا طب يعني نشوف بقى بعيدا عن فوافي وقناه فوافي واللي حاصل من قناه فوافي للرياضه، نشوف الشيخ طه اسماعيل في اون سبورت شاف فوز الاهلي ازاي. شوط رائع للنادي الاهلي وتحول 180 درجه. نعم النادي الاهلي طبعا اثبت في الشوط الثاني ان هو الفريق الاكمل والاخطر والاروع بصراحه، ودرس في الشوط الثاني ازاي تيجي من الخلف من خلال إرادة حديدية وروح عالية جدا مع دور كبير قام بيه عبد الله السعيد في إدارة الشوط الثاني، أدار المباراة الشوط الثاني بشكل رائع جدا، استلامه وباس بياخدها بينقلها بيعمل السروهات بيستحوذ في نص الملعب مع زملائه، قاد هذا الشوط براعة كبيرة جدا. طبعا ساعد على هذا برضو التغييرات اللي عملها حسام بدري في نزول إسلام محارب ثم وليد سليمان الاثنين لعيبه مهاجمين اقوياء جدا. انما النادي الاهلي بان ان هو الاجهز وهو الفريق اللي عنده الاحترافيه والقدره على ازاي يسير الشوط الثاني بقدره كبيره جدا بمهاره عايز اقول ايه يعني انت عارف بعنف انجاز التعبير في الاستلام في النقل في قياده الهجمات في سير الهجمات من اجناب ومن العمق فرص كثيره جدا راحت من النادي الاهلي. ازاي تحول النادي الاهلي في الشوط الثاني بالقدره الكبيره دي باين ان النادي الاهلي بدنيا فيزيكالي اجهز كثير جدا من المقاصه، قدر يدوس يزود السرعه واحد زي اللي بيدوس عربيه ويعمل اكسلريتير علشان ياخد اقصى سرعه ممكنه عملها النادي الاهلي بشكل كويس. يعني ولخصها امتلك الاحترافيه والقدره وكان الاجهز وعمل التغييرات المناسبه، ولكن فاته شيء واحد بس خروج فوافي. الكابتن حازم امام يتحدث في قناه اون سبورت عن خروج فوافي برضه؟ هنشوف يا رب يجيب سيرته عشان خليني اقول لك الاهلي والمقاصه الشوط الاول الفرق بين الاول الشوط الاول والشوط الثاني ان الاهلي بيوصل الشوط الاول والمقاصه بيوصل بعد لقاءات الشوط الاول فكان في نديه شويه. الشوط الثاني اللي حصل ان فرقه المقاصه بعد خروج فوافي زي ما قلت خلاص انت الجبهه وقفت تماما ما بقاش في حد بيعرف يهاجم، انطوي اتشل تماما ما بقاش في حد بيوصل للكوال انطوي. فاللي حصل ان الاهلي هاجم زي ما هو كان بيهاجم الشوط الاول بس كان بيلاقي الشوط الاول في رده فعل كل شويه. النهارده بص كميه انا اكتر متهيألي ده اكتر شوط اتلعب فيه عرضيات ان كان في النادي الاهلي او في اي نادي في مصر الشوط الاول الشوط الثاني تحديدا حوالي لا يقل عن 15 عرضيه ان كان من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. لما تشوف وسط ازاي العرضيات يا سيف محدش بيوصل بالهجمه لوحده، بتلاقي واحد هاني بيلعب الكره وبيتحرك وتتلعب له من عبد الله السعيد او من وليد سليمان الناحيه الثانيه نفس الكلام. العرضيات كثيره جدا لازم يحصل
هيحصل اخطاء دفاعيه وده اللي حصل في الجون الاول. توني واقف فجاه عايز يلعب على الاوفسايد ومودي مكمل بقى الراجل جاي لوحده. كميه الفرص وكميه الضغط بتولد اخطاء بشكل كبير وده اللي لعب عليه الاهلي. وكان بصراحه شوط عالمي بالنسبه للنادي الاهلي في نقل الهجمه في السرعات في لا يا كابتن سرعه 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 ضغط 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 وبعدين من عبد الله سعيد عبد الله سعيد لعبوا على الريتم العالي لكن هتلاقي في ارمين وليد وهاني عاملين شغل كبير جدا. هتلاقي معلول اجايه او معلول واسلام محارب ناحيه الشمال اجايه في نص 18 كراس حربه النهارده لعب حوالي اربع خمس كور جاب جون وعمل جون ومضيع ثلاثه وهو كان راس حربه ثاني اشتغل اكتر من ازارو بكتير. فالتغييرات كلها كانت موفقه بالنسبه للنادي الاهلي. يعني رأي إيجابي رائع من الكابتن حازم إمام وموضوعي لكن برضو خروج فوافي. الأهلي عمل 15 عرضية من اليمين ومن الشمال، عمل تحركات من العمق كتيرة جدا، عنده إيقاع سريع جدا، كان رتم المباراة عالي من درجة عالية معظم وقت المباراة، كان ضغط في كل مكان بشكل مكثف، في تحركات شوط من كورة عالية، شوط عالمي عالمي فعلا. والدور الأول فين الدية؟ صحيح ما كانش دور المقص هو لكن بعد خروج فوافي الحقيقة. طب نشوف بقى كابتن فاروق جعفر رايه ايه ربما في خروج فوقف. طب خلينا نتفق ان عماد سليمان تفوق على حسام البدري الشوط الاول ولكن الشوط الثاني تفوق حسام البدري، وحسام البدري يعتبر نجم المباراه. تغييرات طبعا تغييراته طورت الاداء بشكل كبير جدا، عمل حاله جديده للنادي الاهلي في الناحيه الهجوميه والاستحواذ في نص الملعب. انكماش فريق المقص عشان يحافظ على الهدف، مفيش خبرات اللعيبه حتى التغييرات اللي حصلت من عماد سليمان سمحت لحسام البدري ان هو يسيطر بشكل كبير جدا. والنادي الاهلي ممكن كان خلص الشوط الثاني على الاقل اربع خمس اجوال انفرادات وحلقة سيطره ولياقه بدنيه باينه بشكل كبير جدا لصالح النادي الاهلي. تغييرات حسام البدري بتعبر عن طموحه في المباراه وان هو عايز يقيم المباراه بشكل كبير جدا. ادى الشوط الثاني النادي الاهلي. هنقول توظيف حسام لاجاي الشوط الثاني هو اللي خلى اجاي بقى حاله موجوده في الملعب. الكره اللي بتجي له هو النهارده فايق كتير هو كتير. توظيفه الشوط الثاني كان حاله بشكل كبير جدا، خلى النادي الاهلي يتنقل نقله كبيره جدا. عبد الله السعيد لما نزل في نص الملعب بقى صانع لعب بشكل جيد. الشوط الاول كان لانطول والشوط الثاني كان لاجاي، لكن التوظيف المدربين للعيبه هو ده اهم حاجه. احنا شفنا فريق المقصة الشوط الثاني خارج الخدمه خالص، مش موجود خالص. النادي الاهلي هو مسيطر ومستحوذ بيعمل كل حاجه في الكوره، لكن عايز اقول النادي الاهلي قدر خبراته اشتغلت الشوط الثاني بشكل كبير جدا. الكوره دي اوفسايد يعني اتحسبت اوفسايد، لكن من اول الكوره دي على فكره النادي الاهلي بيعبر عن نفسه ان هو راجع المباراه وعايز يكسب. والدوافع مش عايز بقى اقول الدوافع المعنويه ولا لا، الدوافع الفنيه بتاعت النادي الاهلي لصالح النادي الاهلي، اللياقه البدنيه لصالح النادي الاهلي، الناحيه الخططيه لصالح النادي الاهلي. يعني تحليل فني انتهى بان الشوط الاول لانطوي والشوط الثاني كان لاجاييه. معرفش هو فوافي طلع في انهي شوط؟ ثالث شوط. فوافي يا جماعه لاعب هايل هايل، لكن لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي لماذا فاز اتكلم لماذا فاز الاهلي، ما نقعدش بقى نفطس في الكلام اللي ملوش لازمه. وانا شايف ان ازارو كان عنده سوء بخت في الكور اللي اتلغت دي، ده اوفسايد بشعر راسه. والله يعني نزل لها وارتكز. ريت نشوفها شوارب تاني لانه الحقيقه جون حلو بخته وحش، والكره اللي ضاعت من تحت العرض دي خبطت وجت وراه ما عدتش. هو راح لها بسرعته على اساس ان لو عدت من الجون يقابلها في حلق المرمى. فراح طلع وراه، فالناس ما بتقدرش المواقف دي. انما الجون اللي جابوه جون حلو ومن جمله حلوه جدا. صحيح. طيب تشوف الاستاذ حسن مستكاوي، استاذ الاساتذه في دي ام سي، الاستاذ حسن مستكاوي. بص يا ابراهيم، الاهلي ما سابش المباراه من اولها عشان يرجع لها. الاهلي من الشوط الاولاني برضه له فرص قدام فرص المقاص. الاهلي اختلف اداؤه في الشوط الثاني لانه نظم الهجوم بتاعه، نظم الهجوم مش نظم الاداء الدفاعي، نظم الهجوم بتاعه. ولما نظم الهجوم خفف العبء على دفاعه. نمرة واحد. نمرة اثنين، المقاصة احنا شايفين ان المقاصة في الشوط الثاني تراجع تماما، هو بس تراجع مش بمزاجه، يعني هو عايز يدافع
بس مش قادر يدافع لان الفرقه اللي قدامه اقوى منه في الضغط الهجومي. يعني هو اضطر ان هو تراجع. انا شايف ان في تغيير كان مؤثر قوي 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 في محمد هاني. محمد هاني من نجوم الشوط الثاني لانه سريع جدا ونشيط جدا. محمد هاني من اهم التغييرات اللي عملها حسام البدري، هو عملها مضطر طبعا، لكن لا يمكن ابدا ان احنا ننكر الدور اللي عمله هاني هو واسلام في الناحيه اليمين وفي وسط الملعب. كمان وليد سليمان، يمكن وليد سليمان حتى بقول تغييره اتاخر شويه لان كان الاهلي محتاج لهذا الدور وهذا التعزيز الهجومي والتنظيم الهجومي بجانب الدور الدفاعي برضه اللي بيعمله وليد سليمان. فالتنظيم الهجومي للنادي الاهلي في الشوط الثاني عمل فرق كبير جدا، وهاني كان على طول معامل جبهه في الناحيه اليمين مع معلول في الناحيه الشمال. راي منصف جدا للاستاذ حسن السكاوي. والاهلي ما رجعش المباراه عشان كان سابها. الاهلي موجود في الشوط الاول وموجود بنديه وموجود بتكافؤ، المقص موجود بس الاهلي موجود وله فرص وفي نديه كافيه في الشوط الاولاني، والمقاصه لم يتراجع بمزاجه لكن نتيجه فوارق في اسلوب اللعب وكل ده بيلخص الحاله الفنيه والبدنيه اللي كان عليها الاهلي والقياده اللي كانت من بره، قياده الملعب وخروج فوافي طبعا. نشوف الكابتن خالد بيب. عايز اكمل كفرو قال جزئيه حلوه قوي، قال تغيير مكان وليد عجايب في الشوط الثاني. بص، بمجرد ما نزل وليد سليمان واسلام محارب عجايب كان بيلعب راس حربه ثاني، ما كانش بيلعب على طرف خالص، ساب المكانين اللي على الطرفين وبقى تحت ازاره، لا جنب ازاره، بقى جنب ازاره، بقى بيلعب في العمق مع ازاره، فبقى عامل جاب هجومي وعدد هجومي بقى ممتاز. فالتغيير حصلت في الجواب من بره الملعب بتغييرتين جوه الملعب، وابتدينا نشوف وليد سليمان وعبد الله السعيد وقدامهم على طول أجاي وليد أزار، والجنب اليمين كله اتفتح، ما فيش حد بيروح له، اتفتح كله لهاني، وابتدى يمين عليه شويه اسلام محارب، والناحيه الثانيه مفتوحه خالص لعلي معلول. فالنادي الاهلي راح فتح الجناب وخلى الاثنين اللي على الجناب، شال المواصفات اللي موجوده على الاطراف، بقى واحد بس هو اللي بيروح للطرف باثنين مساعدين واثنين راس حربه صلاح. عدل الاستراتيجيه جوه المباراه. اتفرج على الهدف الاولاني، المكان اللي موجود فيه أجاي ده راس حربه ثاني، حتى كمان التصرفات الدفاعيه لفرقه المقاصه في الهدف الاول، تواجد، بص أجاي واقف فين، وبص وليد ازارو واقف فين، ومين اللي جاي ضامن مع أجاي، الراجل الباك رايت طبعا اللي هو محمد توني. بص اتفرج هنا، ثلاثه نص ملعب، بص الاطراف بتاعه النادي الاهلي مفتوحه ازاي، وليد خلاص، عبد الله السعيد من اسلام لعبد الله، الاسلام عبد الله، بص اقف، بص الثلاثه اللي جوه ال 18 فين، ده اثنين راس حربه على طول، اثنين راس حربه واحد تحتيهم، بس ده التحركات عشان وليد زايد، انما اجايب بيلعب راس حرب مسايب المسافه كلها، ليه؟ لان خلاص هو مالوش شغل على الطرف، فابتدى يشتغل راس حرب. تحليل رائع ورؤيه بتاعه راجل عنده حس الهجوم ومهاجم نادر من المهاجمين وراجل موضوعي جدا، وقال ان استراتيجية الاهلي وجود اثنين راس حربة اتاح الفرصة ان يحصل تكتل عشان يتم مواجهتهم، فاتاح الفرصة لحرية الاطراف، وهذا الكلام واقعي، ولكن ماذا قال العميد الصقر احمد حسن؟ طيب، يعني هو في جزئية قالها الاستاذ حسن، هو الاهلي ما كانش ضاع منه المباراة الاولانية، ما ضاعش منه الشوط الاولاني عشان يضيع منه الشوط الثاني. الاهلي كان موجود في الشوط الاولاني وكان بيأدي بشكل قوي، ولكن المقصه البدايه كانت قويه عندك الفوي، يعني هو نازل في دفعه معنويه، في دفعه قوية، ولكن هيكمل لحد امتى بالشكل ده؟ انا اعتقد كانت الامور هتبقى صعبه على المقصه، وانا
يمكن عايز اقول ان الاهلي فرض سيطرته الشوط الثاني مكسر تراجع لاسباب كتير، لان يمكن طبعا اعتقد ان برضو خروج فوافو اعتقد فرق مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر المقصه الشوط الثاني لو نزل بشكل قوي، نزل بشكل لا هو عايز يرجع المباراه بشكل قوي، عايز يترجم الشوط الاولاني اللي هو ادى مساحات لفريق المقصه والسرعات اللعيبه اللي هم اللي قدام ضغط بكل خطوط النادي الاهلي. لما تيجي تبص على عبد الله بدا يشتغل بشكل مختلف، جونيور جاي بدا يشتغل بشكل مختلف، تغييره محمد هاني كمان، احمد فتحي بيأدي طبعا بشكل جيد، ولكن محمد هاني حس ان هو نازل برضه عارف فريش يعني يعني وساعد ده تراجع المقصه في الشوط الثاني. المقصه حاول ان هو يحافظ ويلعب على الهجمات المرتده، ولكن كان النادي الاهلي خلاص يعني دخل يعني جوه الجيم قوي بالظبط خلاص. ما تيجي حتى تبص على كل الارقام فارض السيطره، ما تيجي تبص على كل الارقام بالنسبه للنادي الاهلي هو المميزه في كل في كل شيء. فالنادي الاهلي زي ما تقول هو خلاص هو بقى يلعب في تلت في 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 نص ملعب فقط لا غير، خلاص هو قرب خطوطه من بعضيه، حتى الهجمات المرتده اللي هو كان اللي بيتميز بيها المقصه ما بقاش موجوده لانه قرب الخطوط من بعضيها. طيب ده راي العميد احمد حسن. كابتن حسام البدري، معظم الاراء او كلها الحقيقه انصفت الكابتن حسام البدري انه تعاملاته مع المباراه كانت تعاملات تكتيكيه واعيه جدا. صحيح انه استخدم ورقه بدنيه قويه جدا، عنده لعيبه جاهزه بتقاتل بدرجه بدنيه وكفاءه بدنيه عاليه حتى الثواني الاخيره، لكن تعاملات الكابتن حسام البدري التكتيكيه مع المباراه وادارته ليها كان محل اشاده عدد من المحللين. نشوف الكابتن علاء ميهوب في النيل الرياضه. اللي عايز اقوله كابتن حسام، ارى ماتش كويس قوي من قبلها، عارف مقصة هتلعب ازاي، وقال لك صلاح عاشور هيلعب فين بالظبط، ايريك تراور هيلعب فين، هو حتى ما اتكلم وعارف كويس وعارف السيناريو اللي هيعمله، والسيناريو اللي لو حصل وفي هدف والسيناريو بتاع الشوط الثاني واضح دايما كلام المدربين بيبان في الشوط الثاني يا كابتن خالد. صح، بتحس الفرقه كلها اتغيرت من غير تغيير خارجي، هم نفس ال10 لعيبه في الملعب لكن شكل الاداء اتغير، المفهوم ان اللعيب نفسه اتغير، كميه الجري اتغيرت، الاداء نفسه اتغير، الحركه اتغيرت، هو ده اللي بيحصل بين الشوطين. في مدير فني بيستفاد بالاستراحه دي من الشوطين اقصى استفاده، في مدير فني بيضيعها منه، عشان كده تحس في فرق بين الشوط الاول والثاني. دايما كابتن حسام الشوط الثاني بيعرف ازاي يشتغل مع لعيبته، ازاي يتكلم معاهم حتى من غير ما اغير، ودايما كان تتوقع تغيير اسلام محارب كنا اتفقنا عليها، وقلنا ان اسلام حتى في الفينش اهم من ميدو جابر، تغيير عاشور كنت انا متوقع ان هو كابتن حسام عايز يكسب فيروح مستغني عن حد في نص الملعب. وعلى فكره مش سهل انك تشيل حد من نص الملعب غير في شرط واحد بس يا كابتن خالد، انك شايف الفريق المنافس ما بيروحش، المقصة عايز يحافظ على الهدف، فوافي خرج برضه عامل نفس المشاكل، كابتن حسام غير في طريقه تفكير لعيبه النادي الاهلي ودي حاجه تحسب له طبعا. تغييراته الخارجيه اثرت تاثير جامد جدا، عارف امتى وليد يلعب، عارف مين ابدا باسلام وهستنى شويه على وليد، هو كابتن حسام عارفها كويس قوي، ساري كويس قوي، وواضح ان هو عينه على فرقته وعينه على فريق المقصة. يعني واضح تماما ان الناس حاسة بان كابتن حسام البدري كان موفقا مش بس في التغييرات، في احداث تغيير في اسلوب اللعب داخلي، غير وظائف لعيبة مهمة، وليها تعليق بس هاخد كل التعليقات ورا بعض بالنسبة لكابتن حسام. نشوف كمان كابتن طارق مصطفى قال ايه. كابتن حسام البدري الاول قال لك ان الشوط الاولاني ما كانش عاجبني، اجاي الشوط الاولاني ما كانش هو وحش جدا، وفي مدربين يا كابتن خالد اللعيب طالما عنده ثقه فيه، طالما عنده ثقه في اللعيب فبيفضل اخر حاجه، ما مش اول ما يبقى وحش يطلعه، ودي بتحصل في مدربين كتير جدا، عمل باص او اثنين او ثلاثه او وحش او مش قادر فيطلعه، لا في مدرب عنده ثقه بينه وبين اللاعب، فعارف ان اللاعب ده عنده امكانيات اعلى من كده، فممكن تمشي في كوره يشتغل فيها بشكل كويس، فيرجع تاني ياخد ثقه ويشتغل، وده اللي حصل مع جاي مختلف خالص، الشوط الثاني من نجوم المباراه، يعني شوف شوط وشوط بالنسبه لجاي، لان هو اللي عمل الفرق بصراحه، هو اللي عمل الفرق بتحركاته مع وليد ازارو، مع لما نزل وليد سليمان واسلام محارب، مع تغييرات الكابتن حسام بدري اللي انا اشوفها تغييرات كلها ايجابيه،
للرغبة في الفوز، الرغبة في إحراز ثلاث نقاط. طيب ده رأي كابتن طارق مصطفى، نشوف رأي الكابتن مجدي عبد الغني في قناة أون سبورت. كابتن مجدي، واضح برضو ان الجبهات عند النادي الاهلي بتشتغل بالخبرات، يعني تغيير وليد سليمان، تغيير محمد هاني عمل الجبهه ناحيه اليمين افضل بكثير في الشوط الثاني، واشتغل الحقيقه بشكل رائع. قلنا قبل المباراه ان دكه النادي الاهلي هي الدكه الاقوى، قلنا قلنا قبل المباراه ان وليد سليمان واسلام محارب الاثنين بينزلوا بيفرقوا كتير جدا في اداء فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي في الحقيقه يعني لازم الاول نتكلم على حسام البدري كمدير فني، هو بين الشوطين اللي قدر يخلي شكل فرقته يتغير بهذا الشكل. حسام البدري عامل شغل اكتر من رائع في الحقيقه، كل الاخطاء اللي تمت وكل عدم التركيز اللي كان موجود في الشوط الاولاني، بين الشوطين حسام البدري قدر يتكلم مع فرقته، عرف هيعمل ايه، تغييراته كانت محسوبه بميزان حساس، نزل في التوقيت المناسب محمد هاني عشان ما يضغطش على 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 احمد فتحي ويزود الاصابه، نزل في التوقيت المناسب يعني بدري جدا اسلام محارب مكان ميدو جابر، اللي شاف ميدو جابر انه غير موفق. وبرضه نتكلم على مدرب اللياقه البدنيه التونسي، اعتقد هو اللي مسؤول عن تدريب اللياقه البدنيه للنادي الاهلي، شايل نعم انيس الشعلاني، انيس حاطط فرقه النادي الاهلي في ليفل مختلف تماما عن فريق الدوري كله، وقادر حسام بدري الحقيقه ان هو يعمل تغييرات ملعب اكثر من رائعه. ده غير انا بتكلم بقى على اللياقه البدنيه اللي بيتكلم عليها الكابتن طه، وعايز اشيد بالحقيقه بالكلام اللي قاله حازم بين الشوطين ان النادي الاهلي ما بيضيعش كتير. الكلام معناه واحد بس بطرق مختلفه، حسام البدري تمكن من التفوق، وايضا ساعده على كده سلاح تفوق لياقه بدنيه، حط فريق النادي الاهلي في ليفل تاني مسهل عليه انه يقدر يعمل فكره بالذات في الشوط التاني ويسيطر على المباريات ويقود. تعليقي يا جماعه، حسام البدري ليس رجل المباراه فقط بالامس. كابتن فاروق جعفر وهم بيسالوه مين رجل المباراه جايه ولا سعيد، قال لهم حسام البدري، واتفق معاه يعني الكابتن احمد حسن، اتفق معاه ناس كتير وانا منهم. اكتب اسمي. وانت معانا. جميل جدا. لكن لما تشوف الشهر اللي فات ده تجد ان حسام البدري هو نجم الشهر الماضي. صحيح. خاض تحديات رهيبه. اولا قبل شهر كان النادي الاهلي متخلف بحوالي 4-5 نقاط. ثانيا عنده ماتشات كان اكثر المتفائلين انه على الاقل هيخسر من 3-5 نقاط فيهم، يفوز فيهم جميع النادي الاهلي وبتفوق وبلعب يفرض ارادته على الفريق المنافس وبالجهد المطلوب، باقل جهد يفوز على الزمالك، باقل جهد يحقق السوبر، بتعديلات بسيطه يستطيع ان يقلب الهزيمه الى فوز. لا يمكن لا يمكن ان واحد زي ده يتقال له صدفه وعشوائيه حتى لو جينا هنقول له اللعيبه اللي عامل الفارق، ما احنا عمالين نلومه ان هو اللي مصر على اللعيبه دي وما بيلعبش لعيبه ثانيه. مش كده؟ صحيح. اذا كان هو هيتحمل اللوم يبقى ياخد الغنمه ايضا. يعني من يتحمل الغرم يفوز بالغنم. صحيح. المغنم. لانه اذا كنت هتعتبر ان انا مسؤول على مين ما بيلعبش، حاسبني مين اللي بيلعب وبيتألق. صحيح. فأنا أشوف إن حسام البدري خلال تحديدا بداية الموسم كان هايل جدا، نهاية الفترة اللي فاتت كان هايل جدا، ما بينهما فترة كده كان الأهلي يتعرض لكثير من الإصابات والإخفاقات وهي اللي خسرنا فيها. الهزات الطبيعية، الهزات اللي ممكن تحصل لأي فريق تصادفه سوء بخت، ولكن رجل الشهر حسام البدري ورجل العام. لو تفتكروا احنا مع نهاية 2017 لما الناس كانت بتجتهد في الاستفتاءات وتحدد بين مدرب 2017، وقلت لكم ساعتها انه علشان اخر ماتش ولا اخر ماتشين في نهاية السنة الناس
الاهلي مش موفق للاسباب البدنيه والاصابات وكل المشاكل اللي كانت حاصله. الناس ثابت وهي بتحكم على مين مدرب السنه، ثابت حسام البدري واتكلمت في مدربين تانيين. وانا قلت لكم هنا ساعتها لو هي السنه مباراه الراجل مش هيجي رقم واحد ولا اتنين ولا تلاته، لو انتوا السنه اختزلتوها في مباراه اخر مباراه. لكنه ازاي تتكلم على سنه كامله وتغفل مدرب فايز بالدوري والكاس ولعب فاينل دوري ابطال افريقيا؟ في ايه تاني؟ في ايه تاني لمدرب ياخد الدوري وياخد الكاس ويلعب فاينل افريقيا؟ فالناس تختلف على مين مدرب العالم. السوبر فالناس لا كان لسه السوبر في السنه الجديده. فانتم متخيلين يعني غياب الموضوعيه الى هذا الحد. كابتن حسام البدري للموقع الرسمي للنادي بيشكر اللاعبين وقال لهذا رفضت استبدال جونيور اجاييه. اجاب فيها قال رفضت استبداله في الشوط الثاني بسبب قناعتي بانه سيكون مفتاح لتسجيل الاهداف، وقال انه توقع العديد من التفاصيل اللي شهدتها هذه المباراه بالفعل، وانه رفض التعليق على اداء التحكيم في الوقت الحالي، لكنه قال انه تعاملات الحكام بعصبيه بتخلق ضغوط زياده شويه على اطراف المباراه كلها. وقال بالنسبه للعروض الخاصه بلاعيبه الاهلي انه كتير منها كلام اشاعات واخبار مغلوطه، ومن بينها ما تم تداوله عن وجود عروض للتونسي علي معلول، وقال ان ده غير حقيقي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره للموقع الرسمي ايضا قال ان شخصيه الاهلي هي سر الفوز على المقص، وقال ان احنا متمسكين بكل اللعيبه، وشرح يعني ايه شخصيه الاهلي. قال لك عندنا لعيبه عندها قدر عالي من الخبره، عندها قدره على التعامل مع الظروف والمواقف، شخصيه الاهلي اللي بتفرض كلمتها وبتحسم المباريات مهما كانت تحصل تاخر ظروف عكس تحصل ضغوط. في النهايه شخصيه الفريق البطل في الملعب هي اللي بتمكنه العوده، وهي اللي بتمكنه انه يفرض كلمته ويحقق الهدف اللي عايزه من المباراه. كابتن سيد عبد الحفيظ، لكن صديقك العزيز عمرو ديب ما ينفعش ابدا نعدي المساله من غير ما نعرف رايه يفوز وتجديد قبضته على القمه. نعمل فقره عمرو والاهلي تبقى جميله جدا. انا عمرو استمتع وادور عليه في لحظات مهمه لا يخيب ظني ابدا، لانه واحد من اخف ظل البني ادمين هو كابتن كوره. خلي باله لو انا كان هغير رايي. كتب تويتر تعليق على فوز الاهلي على المقصه، قال في هذه التغريده اللي نشرها على حسابه نبيل الحلفان. يعني ينفع كده عم نبيل الحلفاوي يقعد يسال الناس مين هيجيب الجون الثاني للاهلي، والناس تقعد تقترح وتقول، وبعدين يجيبوا الجون الثاني حاجه تنقض بصحيح. ده الكلام اللي كتبه عمرو اديب، بس نسمعه صوته وصوره. لا لا ده اللي قاله في اون ايه دي فقره كده عشان نعيش جو جميل يعني. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من كل يوم. بينما احضر هذه الحلقه شاء المولى عز وجل ان انا يكون مكتبي جنب الاخوه بتوع الرياضه، وبقيت اعرف النتائج من صوتهم، واغلبهم الحمد لله اهلاويين. مش مهم، بستحمل ويعني باجي على نفسي. انما اللي تعبني يا ساده اليوم انه عم نبيل الحلفاوي وهو قاعد على التويتر كده، انتوا عارفين عم نبيل الحلفاوي الفنان العظيم والكبير هو عمده التويتر. يعني عم نبيل الحلفاوي اول ما تخش تويتر كده لازم تصبح عليه وتمسي عليه، تقول له مساء الخير يا عم نبيل، واي حد عايز يسال في اي حاجه في التويتر يسال عم نبيل. المهم الاهلي كان مغلوب 1-0 كما تعلمون، ثم تعادل الاهلي، وبعدين عم نبيل قرر ان هو يخلص عليا. فعم نبيل سال سؤال للناس، قال لهم يا اولاد تفتكروا مين هيجيب الجون التاني؟ فلان ولا فلان ولا فلان؟ فانبرى الاخوه من نادي الاهلي كل واحد ينقي مين اللي يجيب الجون.
يعني مين يجيب الجول. وبعد شويه يا ساده وانتوا عارفين كده يبقى الامور بتحصل بالامر المباشر من عم نبيل الحلفاوي والاهلاويه، جه الجون الثاني. وطبعا رد علي عم نبيل قال لي بالامر المباشر يا عمرو، هكذا يدار الدوري في مصر، هكذا يفوز الاهلي، يقرر نبيل الحلفاوي ومجموعه من اخواننا الاهلاويه ان يدخل الجون الثاني، فيدخل الجون الثاني وعمر يتضايق تاني وعمر يتنقط تاني وعمر يتنكد تاني. مش مهم كيف يحدث هذا، هل يحدث هذا؟ انا بقول لحضراتكم على حاجة موثقة بالاوقات. قال لهم يا ولاد، واحد قال له ايه فلان، واحد قال له فلان، والتاني قال له مش عارف ايه، وكان لسه اجاي وبعدين حد كسب قال وليد سليمان، ويأتي الهدف الثاني وكان لسه كمان هيجيبوا الهدف الثالث. يا أولاد هل هذا يعقل؟ هل يعني أنا أفهم أنه تداري على شمعتك تقيد؟ يعني يا جماعة بشويش اكسبوا وانتوا ساكتين، يعني بلاش تزعجوا الناس التانية اللي متضايقة وتعبان. خلاص كسبت والأخ وليد جاب الجون وانبسطنا خلاص بلاش بقى نعمل إعلان قبليها يا ترى يا هل ترى يا يا ولد ده ولا مش عارف ايه الساحر الحاوي المش عارف وليه ده كله، ليه ده كله؟ ما خلاص ما تكسبوا زي ما تكسبوا. هو احنا وصلنا للمرحله دي من الفرعنه؟ احنا وصلنا للمرحله دي من الافتراء؟ يا عم نبيل ده انت راجل قلبك طيب، عمرك ما عملت دور شر حتى في حياتك، لماذا انت شرير يا عم نبيل في موضوع الاهلي؟ قدر اخواتك اللي مش لاقيين، قدر اخواتك اللي في المركز الرابع، قدر اخواتك اللي ربنا ما بيكرمهمش، ده احنا بنتمنى جون ما بيجيش جون، انما ده قاعد يقول لهم ايه؟ دبرني يا وزير، يقول له التدابير لله يا عم نبيل، مين يجيب الجون يا اولاد؟ نجيب فلان ولا فلان ولا علان؟ واحد تاني بعت لي في واحد تاني بعت لي ايه؟ قال لك مش عارف ايه وبتاع لانه حاجه الاهلي حتى لو راح يا عم نبيل انه يلعب في يعني في في في, في الدوري الانجليزي هتكسبه عادي جدا، وانت تقعد قاعد كده تقول لهم يا ترى مين اللي هيجيب الجون في الارسنال؟ يا ترى مين اللي هيجيب في مانشستر يونايتد؟ يا ترى مين اللي هيرقص محمد صلاح النهارده؟ هو ده النادي الاهلي. فانا بس كل اللي بطلبه انه بهدوء، يعني حضراتكم خدوا الدوري بهدوء، انبسطوا بهدوء، افرحوا بهدوء، لانه في ناس تانية، خلوا عندكم احساس بالناس التانية علشان حتى ما تتنظرش. يعني الاكيد الاكيد انا وانت اهو الماتش الجاي هتتغلبوا، لانه كده اتنظرتوا كده اتحسدتوا، ممكن الاهلي يتغلب الماتش الجاي عادي جدا، وانتوا عارفين دي بتبقى نفس نفس، وكله بقى يا قبطان وتعيش وتتوقع ودخلنا رأفة الهجان وبتاع، حدوته جامده جدا. فيعني انا بس حبيت في الاول اقول ملاحظه في هذا الوطن، دي ملاحظه يجب ان انت تتوقف امامها بكثير على فكره من يعني الغضب. والنقطه مبروك للنادي الاهلي، وانا هقعد حياتي عايش ابارك للنادي الاهلي؟ عايز ابارك لاي حاجه يعني اي حد على اي حاجه تانية؟ المهم يعني بالتاكيد ان راجل عنده قدرة على الارتجال وخفة الدم وتبسيط المصايب كلمه بلغته وربنا ما يحرمنا منه. وانا بستنى الفقرة بتاعته، والحقيقة لا يخيب ظني ابدا، لانه يقول لك ما هو غير متوقع او متوقع متوقع. طيب جزء من تفاعلات حضراتكم على هاشتاج اسال مالك وكتابه على صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك، اسلام بيقول لك مالك وكتابه يا باشمهندس عدلي في مدافع تونسي دولي اسمه ياسين مرياح بيلعب في الصفاقسي واساسي في منتخب تونس ومن اسباب صعودهم لكاس العالم. شكرا على المعلومه. نصر الدين حبيب بيقول لك نريد المساهمه في استاد الاهلي. اهلا بيك، هنقول لك ازاي. طيب محمد بيقول اخر تطورات التجديد لعبد الله السعيد. يعني قريبا تسمعها باذن الله.
انما ما فيش مشكله يعني في توافق. ما هو انت مش قلت اجابه تلغرافيه؟ ما توقفش عند اللي انت عايزه بقى. طيب النجم احمد نجم يا كابتن عدلي، هات لنا مهاجم بدل ازارو اللي هيشيل لنا ده بتضيع الفرص. لا يا احمد يا نجم، مش هجيب لك حد بدل ازارو، انا مقتنع بازارو. هات له فوافي. طيب فادي، عودة إلى نظام الكشافين والاعتماد على قطاع الناشئين يا كابتن، وبحث إمكانية تأسيس ومشاركة فريق تاني للنادي الأهلي في دور الدرجة الثانية لتفريغ اللاعبين المتميزين الذين يتعذر انضمامهم للفريق الأول مرحليا لحين وجود أماكن في القائمة. طيب ولو طلع ولو كسب وطلع هنعمل إيه؟ نلعب بفرقتين في الممتاز، لكن الفكرة مش وحشة بس عايزة تطوير. طيب نسمة صبحي يا كابتن، أتمنى حضرتك تتكلم مع جون أنتوي إنه ما يوقعش للمقصة وتوعده بالاحتراف، لأنه المبلغ اللي موجود في العقد صغير جدا مقارنة طبعا بالأرقام الخيالية اللي بيطلبها رئيس المقصة. وأخبار الصفقات والتجديد إيه؟ خليه على الله، انقل. طيب سيد شحاتة، لماذا هذا التوقيت لاستقطاب لاعبين مصريين دوليين في الدوري السعودي ونحن معا في مجموعة واحدة في كأس العالم؟ لإعداد المنتخب المصري. هو كل حاجة لازم وراها شك. لعيبة هتروح وتلعب بانتظام وهتاخد فلوس وهت واللعبة السعودية طلعت 8 رايحين أسبانيا وبتتألق. يعني إيه المشكلة؟ بإذن الله يكون أحسن إعداد، ومش هيقدر يقولوا لنا ساعة الماتشات بتاعتنا ما تاخدهمش. اسلام بيقول يا باشمهندس عدلي، ده على المدافع التونسي برضه نفس الحكاية. محمد الرحماوي، مساء الخير يا احسن برنامج في مصر، سؤال بسيط، ايه موقف اكرم توفيق وليه مش بياخد فرصة؟ نسأل الكابتن حسام. طيب حمادة حامد بيقول لك صلاح محسن يا باشمهندس. ماله؟ انا كمان مش هتسأل. خلاص ما انت سالتني، اقفل، اقلب 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 هقلب بس هقلب اخر واحده، هقلب لزوم المرحله. لا انا هعديها ماشي. ابراهيم، هل في مدافع في مصر يساوي 20 مليون جنيه مع العلم ان فريقه في 19 مباراه دخل فيه 33 هدف في الناشئين الاهلي يا كابتن عدلي؟ هسألك سؤال، في مهاجم في مصر يسهل يساوي 20 مليون جنيه؟ فما بالك المدافع؟ انت بتجيب بتسأل سؤال، ما مش احنا هو احنا اللي حددنا الأسعار؟ احنا مش قابلين هذه الأسعار. طيب عادل مكي، آخر أخبار مشروع الأهلي؟ ما الناس ماشية في الشغل، ولما يحددوا المكان هيبقى في مؤتمر لإعلان الاستقرار على المكان بإذن الله. طيب محمد رحمة، اخر تطورات عبد الله السعيد؟ لسه شويه. في بعض التليفونات من حضراتكم سريعا عشان ما نسيبكوش اطول من كده على التليفون، بس يا ريت بشكل مختصر وسريع. استاذ خالد من اكتوبر، اتفضل. الو، مساء الخير. اهلا، مساء الخير. احب امسح حضرتك وعلى البشمهندس عدلي القاعي. اهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا. بس هو في بس نقطتين انا عايز اتكلم فيهم. يعني هي اول نقطه، وانا قبل اي حاجه، انا طبعا اهلاوي جدا وعيلتي اهلاويه، وانا اصلا ابن عمتي مصطفى كمال كان حارس في الاهلي. الله طبعا. ونعم الناس. ربنا يخليك. فكنت عايز اسال بس بالنسبه دلوقتي اللعيبه اللي راحت السعوديه، يعني هل دلوقتي يعني هم بياخدوا اللعيبه في مقابل هو الاستاد، ولا دي حاجه مختلفه؟ هو ده الكلام اللي انا هم خدوهم ببلاش يا ابني؟ لا، مفيش حاجه اسمها في مقابل الاستاد، بس عشان تبقى هو لازم نعمل نظريه مؤامره وصفقات تحتيه والجو السسبنس ده. لا انا هقول لك بس الكلام اللي بتسمعه، الناس اللي بتكره. هقول لك بس الكلام اللي بتسمعه. رقم واحد، اللعيبه ديت، طيب لعيبه الزمالك اللي راحت الدوري السعودي كان مقابل ايه لما راح شيكابالا ومصطفى فتحي وكهربا وعصام الحضري؟ اشمعنى لما لعيبه الاهلي تروح السعوديه يبقى ده بمقابل حاجه؟ طب ولعيبه الزمالك اللي راحت؟ ايوه، اولا الاستاد لما هيتعمل ان شاء الله كمشروع كبير، استثمارات مصريه وسعوديه، مصريه واماراتيه وسعوديه، ولو معاك فلوس تعالى حطها. ده الحلقه الماضيه المهندس عدي كان بيشير الى العلاقه في الصفقات بين الاهلي وبعض الانديه، وقال مثلا، قال
الناس اللي فاهمة ان هي تخلي لاعبتنا الجمل تبقى قطة ولاعبتهم القطة تبقى جمل علشان ترفع السعر وعشان تخفض السعر هنا، ده مش هيحصل. وانه النادي الاهلي له سياسة جديدة بيستعيد بيها قيمته في سوق الانتقالات، وبيقول حقه ضمن كل الأندية الشقيقة اللي بيتنافس معاها بما يحفظ لكل الأطراف حقوقها. حصلت ردود أفعال إعلامية كثيرة، يمكن ما كدنا نغادر الاستوديو حتى بدأت الاتصالات وبدأت التعليقات حوالين القطة والجمل وكان يقصد مين. من هنا لازم التوضيح، خاصة لما ألاقي في مصر اليوم حرب التصريحات تشتعل بين مصر المقصة والأهلي، وباكر سليم بيقول يا قيعي اللي ما ترضاهوش على الأهلي ما ترضاهوش للمقصة، وتصريحات أخرى كثيرة في لعبة القطة والجمل. أولا ما فيش حرب تصريحات ولا حاجة بينه وبين، لأن الأهلي لم يدلي بدلو في أي تصريح. كلام قلناه هنا منطقي جدا، وفي حوار بيني وبين الأستاذ باكر سليم أو الكابتن باكر سليم، مع عائلة سليم عائلة عريقة في كرة السلة ومن أسرة أهلوية ولكن هم زملكاوية. وناس محترمة جدا. وشقيق الدكتور إسماعيل سليم. أيوه هم ثلاثة لعبوا للزمالك. وناس محترمين جدا جدا. واتناقشنا، قلت له ماذا ساءك من هذا الموضوع؟ هو أنا لما أقول اللي هيتعاون معايا هتعاون معاه فيها إساءة أدب أو فيها تجني أو فيها تجاوز في حق آخر؟ ده على فكرة ده مش حقي، ده حقك أنت. حقك أنت، أنا لو ما تعاونتش معاك ما تتعاونش معايا. هتقول لي كده، هتقول لي أنا هتعاون معاك ليه؟ لو أنا قال لي لا أنت كمان قلت إحنا بنتساهل مع الزمالك وبنتشدد مع الأهلي، قلت له هي ليها سبب. لأن تصادف باستمرار إن موجود شخص واحد هو اللي كان موجود. السنة اللي فاتت لما اتكلمنا في الشام اتفقنا على 6 مليون جنيه. خرج المدير الفني انا ذاك الاستاذ ايهاب جلال اللي هو بحترمه جدا وبحبه على المستوى الفني، ولكن انا اتضايقت منه على المستوى ده. ليه؟ لانه حط العقده في المنشار قال ده يساوي 15 مليون، في حين انه لم يقيم كل اللعيبه اللي راحت نادي الزمالك بنصف هذا المبلغ. في نفس الوقت هو كان بيفكر يمشي من مصر مخصصه، ما كانلوش مصلحه يعني، وما شفناش مدير فني بيتكلم في قيم للعيبة. انت دلوقتي انا بتفاوض يا استاذ بكري مع حد هنا، حد قعدني مع الكابتن عماد سليمان قال لي لا خلاص، يبقى احنا بنتفاوض مع ناس يعني مخولين بالتفاوض. فاخدت ان انا ده نوع من الانحياز لجهة ما. جه السنة دي بالصدفة، هو بالصدفة المسؤول، فلقيت ببساطة شديدة جدا دون ضجيج وما حد يتكلم عن قيم مالية ولا تسويات مالية ولا حاجة أبدا، ثلاث لعيبة راحوا المقصة مقابل اثنين راحوا منهم واحد مصر كلها بتتكلم ان هو من أفضل مهاجمي الأفارقة اللي موجودين في مصر. قال لي مش محتاجين، قلت له أنت حر قيم زي ما أنت عايز. أنا بقول لك أنا رؤيتي بقى لما أكون بطلب منك طلب فتقول لي إلا ده. وفي نفس الوقت يتقال لي طب احنا عايزين جون أنطوي، لو أنتوا عايزين جون أنطوي قولوا لنا احمد سامي قدام جون أنطوي. قلت له انت يا استاذ بكري ترى ان قيمه احمد اسامه 600 الف دولار ونسبه من عاده البيع؟ ما هي دي قيمه جون أنطوي. لما واحد يجي يكلمك في مهاجم مقابل مدافع ايا كان وليس مدافعا في منتخب مصر، لكن احنا متوسمين فيه ان هو هيساعد في علاج بعض القصور الذي قد يحدث للنادي الاهلي. لا لا لا. وبعدين بعديه بشويه يجي يقول لي ايه؟ بتدونا كابتن احمد عادل عبد المنعم ده فاضل له 16. طب انا قلتها وش كده، انا ما اللي قلته على الهوا ده اللي انا قلته في الحجرات المغلقه في التفاوض. قلت لهم يا جماعه طب اتعاونوا معانا عشان نقدر نتعاون معاكم، لكن ورانا ناس هتسال، هو انتوا ليه بتدوا الناس دي؟ يبقى يعني هو احنا لينا مصالح ولا ايه؟ لا لا قدر. قلت لهم ما هي كده، لما اقعد اديك وما اخدش منك ملاش الا معنى واحد، ان احنا لينا مصالح، واحنا لينا مصالح هي مصالح الاهلي. ف اما احترامنا اولا الكلام ما كانش ينطبق على المقاصه ده، انا قلت سموحه والمقاصه واي نادي اخر هيتعامل معانا بهذا الاسلوب هنقول له اديني واديك يا سيدي، اكسبني اكسبني بعض الشيء
بس مش انا الجانب الخاسر باستمرار. بالظبط. ومش انا الجانب اللي مش عارف يقول كلمه ويستفيد في الوقت اللي هو يعني محتاج فيه الدعم. بدليل ان احنا بنتفاوض مع مدافعين تانيين في حتة تانية. طيب القطط والجمال، الجمال هي اللعيبة الدولية ولا لاعب من اللي انا بتفاوض عليهم لعيب دولي؟ لعيبة واعدة، مشروع للعيبة قد يكون منهم لاعب دولي. ايوه. ولكن انا اللعيبة الدولية عندنا وما بقولش الارقام دي عليهم. طب ما نقول احنا بقى. يعني بس هنقول ارقام مستفزة. اولا هتظلم اللاعب وتشعر الجميع ان احنا في دنيا لوحدينا. لان انا لما اجيب مدافع لسه هيثبت وجوده بالمبالغ دي، ها؟ طب ما انا اقول لعيبتي بقى ب 40 مليون و 50 مليون و 60 مليون، يقول لي ما انتوا بعتوا بره. اي انا بعت بره، وانت لو لقيت هذا العرض بره هتاخده. بدليل لما لقيت اعاره جيده لحسين الشحات انت خدتها فورا، لانه عرض لا يرفض. نص مليون يورو في ست شهور ما يرفضش. صحيح. قرابه ال 10 مليون جنيه. كلام منطقي، ما زعلش انا بقى اقول لك انت ازاي تسيبه وما تدهونيش، يبقى ده مش من حقي. فانا بكلمك وعرضت عليه البدائل اللي قلتها، من اعارات، من لاعب قصاد لاعب وفروق ماليه للاهلي، ومن لاعب قصاد لاعب وفروق ماليه للاهلي واعاره لاعبين اخرى، والفروق الماليه عماله بتتقيم طبقا للشرط اللي هيوافق عليه في الاخر خالص. اللي بيكلمني في التليفون مش هو صاحب القرار. صاحب القرار يقولوا محمد بيه رفض. طب ما من الاول ما نتناقش بقى خلاص، يبقى هنعمل ايه؟ ومن حق محمد بيه عبد السلام. طيب اليوم محمد عبد السلام سمعته امبارح بعد المباراه قال بوضوح شديد مش هندي حد بالنسبه للمدافعين، احنا داخلين بطوله افريقيا بس على فكره ومحتاجينهم انصافا. الزمالك طالب مودي واحنا طالبين احمد سامي. يعني ما احنا مش طالبين الاثنين، عشان الناس ممكن تقول لك ده متعانت مع الاهلي. لا خلاص، في الحته دي لا هيديني ولا هيدي الزمالك. كمل بقى. فقال انا يعني تفهم طبعا كلامك، وقال لا هو من حقه يدافع عن مصلحه الاهلي وانا من حقي اتمسك بمصلحه. وده اللي قلناه. وده اللي قلناه خلاص. يبقى ما نستغربش بقى لما نقول في اللحظه دي صعب ان احنا نحقق مع بعض مصالح مشتركه. في اللحظه دي مش معناه ان انا خسرت علاقتي بنادي المقاصه او العكس. نادي المقاصه نادي اسس ليكون ناديا احترافيا. والناس دي بتشتغل بهذا المنطق، تشتري رخيص وتبيع على قد ما تقدر غالي. هي اصلا شركه اوراق ماليه، شركه اوراق يعني ده في الاصل ده طبيعه شغلها. كيف ننكر عليها انها تشتغل كده؟ لكن مش بالمعنى بقى ان انا استجيب. ان انا بقول مش هستجيب. انا بقول ايه بقى؟ لما تيجي تبيع لي سهم شركه، بيعولي بحجمه، مش تبيعولي بثلاث ب10 اضعاف حجمه والاقي نفسي مفلس والناس بتحجز عليا. يعني بالمنطق البورصه. طيب ده طلبنا ما فيهوش اتهام لاحد. قدر الناس عندنا عالي جدا. وخصوصا رئيسي الناديين، اللي هو محمد عبد السلام اللي هو قريبي من الاخر كده، قريبه بيني وبينه روابط اسريه. وقريب عديلي وراجل بنحب بعض جدا يعني. وهو بشكل عام لا ما عندوش تعنت مع الاهلي، لكن بالصدفه مش عارفين نعمل معاه شغل. او في حد بيوحي له ان القطه تبقى جمل. القطه تبقى جمل، فانا عايز القطه قطه والجمل جمل. بس دي نقطه. نفس الكلام المهندس فرج عامر اعرفه قرابه 18 سنه دلوقتي، دخلنا بيوت بعض وشخصيه لامعه الذكاء وحب كره القدم بجنون، واداها من وقته بشكل قدر يعمل مؤسسه ناجحه هو الاخر. لكن احيانا تبص تلاقي الامور تخرج عن نطاق. ان انا طب اكمل اقول ايه تاني؟ الكوبايه دي انا محتاجها، بس عندي كوبايه تانيه شكلها يعني يعني عايز اجيب كوبايه تانيه جنبها. واخد بالك؟ طب اما اجيب كوبايه تانيه جنبها، ها؟ طب انا اللي عندي كريستال وده مج فاخر جدا. ما تقوليش بقى 1000 جنيه، لان انا خلاص يشرب في ايدي يشرب في الكوبايه اللي عندي.
طيب النهارده كان في حفل تكريم الاهلي بيكرم الفرق الرياضيه بتاعته. جميل. ما لحقتش انت. الحق ازاي يعني؟ انت عايز تخلص مني انا فاهمك. لا لا كان لازم نبدا بيه بس شوارب يبدو ان التصوير ما كانش انتهى في النادي. تكريم ابطال السله والسكواش ولاعيبه النادي اللي هيتعرض دلوقتي يعني؟ فلو جاهز يا جماعه. وكان في حفل تكريم قدام اللاعبين. ده الكابتن الخطيب واعضاء مجلس الاداره في تكريم نجوم السله كل الفرق الرياضيه اللي حققت بطولات في السنه دي. كلام الكره والصفقات والجمل والقطه شغلنا شويه على تكريم ابطال فعلا واخدين بطولات يستحقون كل الاشاده والقاء الضوء يعني. دي فرق كره السله. في كلمات في حفل التكريم. كابتن خطيب في تقليد جديد نزل اليهم ده ما يعني ولف على الترابيزات لف عليهم واحد وسلم واحد. عليهم وهذا كلام محمود يعني محمود الخطيب. دول بنات ايوه دول بنات الكره الطايره. طايره ولا سله دول؟ بيتهيألي كل دول سله ولا فيهم طايره؟ لا اللي اخذوا ال طيب هرجع معاك للقطه والجمل. الاهلي يحاول انقاذ حلم الشحات ده الاهرام المسائي. تهدئه مرتقبه مع المقصه لحسم صفقتي نجم العين وسامي. هل موضوع احمد سامي قلب احمد الدفاع؟ سامي صعوبته في حاجه. احمد سامي هيلعب افريقيا مع المقصه فبالتالي مش انت طب مش انا السنه الجايه لو خدته مش هتستعين بيه هلعب بيه ازاي؟ ولو جه ما دخلش القائمه الافريقيه هتبقى فرصه في الدوري برضه مش كامله. يبقى هترجع الامور. اذا القول بقى ان احنا نقول لاحمد سامي مش عارف ايه تاني وتالت يا باشمهندس يا معالي اللواء يا مسؤولو المقاصه يا مسؤولو سموحه اذا حد قال لكم النادي الاهلي بيقول للعيبه ما تلعبش قولوا لهم كدابين في اصل وشكم لان احنا اللعيب اهو تاني وتالت اللي هيتمرد على ناديه مش هنجيبه النادي الاهلي حتى لو ببلاش. خلاص؟ لان احنا مش هنعمل حاجه تهدر قيم الرياضه ابدا. طيب وعبد السلام يفعل البند الخاص بشراء انطوي من الاهلي ازاي؟ ده في المسا. هيفعله ازاي؟ انه عنده 600,000 دولار هيدفعهم. هيدفعهم ازاي؟ اليه الدفع ازاي؟ يحق. انت عايز تناقش على الهوا. طبعا. ما تعملوا لنا مداخله مع الاستاذ حلمي عبد الرازق يا جماعه. عشان نتاكد برضه من النقطه دي. اعتقد الوقت لن يسمح. وافرض لا يسمح اطلبه. طيب ما اقول لو في حته قانونيه. ما هو حته محطوطه في العقد هو حلمي حاططها. يحق. لنادي المقاصه طلب شراء. طلب شراء مش شراء. هنا تكمن. فبالتالي من حقه يطلب. وانت من حقك بدل من حقك تطلب من حقي ارفض. مفيش الزام عليا. ده كان يحق لنادي كذا ضم كذا مقابل كذا. انما انت لسه طلب يعني ايه؟ الطلب يا بالايجاب يا بالرفض يا بالقبول. يعني تلات حروف فقط. انا رايي كده. تلات حروف فقط تكمن فيها. ده قضيه فلسطين في تلات حروف. هذه الارض والارض. هي ارض كل الدنيا كده. انا ثلاث حروف كلمه بص يا ابراهيم عشان ما احتكرش الحقيقه. دي رؤيتي. الناس تناقشها معانا. طب هل الامر ممكن يصل لخلاف قانوني؟ خلاف طبعا. لو ساعه ما يجي يفعل العقد هيعمل ايه؟ طبقا للعقد لازم يطلب. انا بقى يرفض يقبل. حسب مصلحتي ساعتها ممكن اقبل. وبالتالي هو لاعب قيمته التسويقيه تزيد عن 600,000 دولار حسب رؤيه المسؤولين في النادي الاهلي. احنا هنا مش هنصادر على حد. لكن ليهم الحق في الطلب. يستطيع ان يقول لا هحتفظ بيه. انا خلاص محتاجه. يستطيع يقول لا نتفاوض. ما يقدرش يقول لهم نتفاوض على السعر. ما يقدر هم يقول لهم هديه لكم يا مش هديه لكم. هتوافق مش هتزيد عن 600. انت حددت خلاص. من حق اطلبه ب 600,000 دولار. طيب
طيب كاريكاتير ايضا لعمرو سليم في المصري اليوم على رفض المقاصه بيع احمد سامي للاهلي، فبيقول لك هو لسه ما اتخلقش اللي يقول لا للاهلي. ها في الملعب. ها؟ في الملعب ده عمرو سليم؟ يا استاذ عمرو ها في الملعب. لا اتخلق طبعا استغفر الله العظيم، في حد يقول لسه ما اتخلقش للاهلي؟ لا. ده انت راجل كل الناس بتقول لنا لا دلوقتي. هو فين مين اللي قال لنا طيب المصري اليوم، السعيد يرفض تمديد عقده مع الاهلي، وعبد الله السعيد لمسؤولي لجنه الكره وافقوا على اعاره الاول، وعبد الحفيظ بيقول لهم اللاعب حر في عدم التجديد. يعني فجاه بيخلق لك الازمه. إذا كان هذا المصري اليوم، اذا كان هذا حقيقي، عشان كده كان نفسي نجيب الكابتن سيد عبد الحفيظ. لانه بياكد لي ان مفيش مشكله. هنجيب سيد عبد الحفيظ لو في بعض الدقائق المتبقيه. سيد عبد الحفيظ قال للشروق السعيد لم يشترط اعارته للسعوديه مقابل التجديد للاهلي. يعني هو حتى في الشروق رد على المصري اليوم. المصري اليوم حب يصدر لك ازمه لاسباب كتيره الحقيقه، يعني زرع الشوك لهذا المجلس دي سياسه واضحه، عشان تبقى الامور صريحه شويه. فالشروق بيرد فيها سيد عبد الحفيظ بيقول لك السعيد لم يشترط اعارته للسعوديه مقابل التجديد للاهلي. وطلع عبد الله قال لك ما يعني ما حصلش، ما اشترطتش الاعاره، يعني هو في اتفاقات في مفاوضات يا على سيدي. انا ما بعرفش افتي في الغير اللي اعرفه. الملف مش قدامي. نجيب صاحب الشأن من فضلكم. مش النهارده بقى خلاص، او النهارده فيما تبقى اذا قدرنا. طيب اجاييه تحت التهديد، ده كمان في الاهرام المسائي بيقول لك جونيور اجاييه في حال برضو حال وصول عقد لي او عرض مغري لا تقل قيمته عن مليونين و500 الف دولار، اكثر من 50 مليون جنيه. ايه يعني؟ رغم الاعلان داخل النادي الاهلي في وقت سابق عن بقاء النيجيري جونيور اجاييه في تشكيله الفريق، مليون حتى يورو هو مكلفنا على ادنى تقدير، الا ان الساعات الاخيره شهدت طرح رحيله عن القلعه الحمراء. يا ابو النبي اسمع، حد طلع قال لك في الاهلي هذا الكلام؟ طيب المصري اليوم، الاهلي بيرصد 4 ملايين جنيه لضم حارس انبي، ووليد ازارو يتلقى عرضا من سوشول فرنسي. الفرقه كلها فرطت يعني. ايوه ما انا بقول لك ده التفريغ. هذه امنيات مش اخبار. امنيات. واكرم توفيق يطلب تحديد موقفه. ماشي، ومع مين؟ باقي مين قصدك؟ باقي فوافي ولا موافي؟ اصل انت ممكن تحط الاجابه في بق واحد ما عندوش خبره في الحديث. تحط تسأله بالطريقه اللي لازم يجاوبك باللي انت عايزه يعني. طيب النهارده انت لما تشوف الحديث بتاع اللي هو محمد عبد السلام الزميل الناشط ماجد غراب بيوجه انه في ازمه، ويساله السؤال بثلاث اربع طرق. ويقول علاقتنا بالاهلي طيبه، يروح سألها بطريقه ثانيه، لكن كذا، طب واللي قاله المهندس عبد القيم ما يشكلش مش عارف ايه، يقول له علاقتنا بالاهلي كويسه وبالمهندس عدلي كويسه، لكن من حقه يقول واحنا من حقنا نعيد. انت لو انت ما عندكش الخبره في مواجهه الاسئله ممكن تستدرج او تسخن فجاه تلاقيك بتقول كلمه وبعدين تندم عليها. فهي مش دائما يعني ما بيبقاش ظلم الحقيقه. طب وسموحه الاخبار مع المهندس فرج عامر لما يكون في اخبار هتعرفوه؟ لما يكون. طب بس في تليفون من اسكندريه. مين؟ وائل من اسكندريه. استاذ وائل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. استاذ ابراهيم تحياتي لحضرتك والمهندس عادل القيعي وكل العاملين بالبرنامج. اهلا بيك يا استاذ. انا كلامي النهارده في كذا نقطه سريعا، بس هبدا كلامي للمهندس عادل القيعي. انا عاوز اقول لحضرتك كلمتين. طبعا احنا كلنا بنحبك جدا، حضرتك شريك اساسي في كل نجاحات النادي الاهلي في الفتره السابقه خاصه، ولكن احنا لم نرى الكابتن صالح سليم، لم نرى الكابتن او كل رموز النادي الاهلي، لكن عرفنا مبادئ النادي الاهلي، عرفناها من خلال كلام حضرتك ومن خلال تحدثك معنا كمتحدث رسمي، فاحنا بنكمل لك كل الشكر والحب والاحترام. ومن هنا هسال حضرتك سؤال تجاوبني عليه بعد ما اقفل، شايف مين خليفه حضرتك
ان شاء الله في النادي الاهلي بعد عمر طويل. ده اول نقطه. النقطه الثانيه، سؤالي هو فين ابناء النادي الاهلي من انتخابات اتحاد الكوره ودائره صناع القرار؟ الحاجه السريعه للسيد الوزير عمرو فاروق، في الفتره السابقه كان عامل مشروع المواقع الالكترونيه والتواصل مع الاداره، وكنا ممكن نشوف حتى البث القناه من اي حته على الانترنت، ولكن حاليا مش موجود الموضوع ده. كان في فكره الراديو الاهلي كان طرحها الدكتور مهند، اعتقد اسمه مهند، ومعرفش هي وصلت لايه. طيب بص، فيما يخص الملف الاعلامي هتلاقي شغل كتير على مستوى كبير الفتره اللي جايه فيما يخص الملف الاعلامي، لكن في بث للقناه على الانترنت، لكن مش مباشر. فانا مش مباشر. ايوه تمام. طيب في سؤال للمهندس عبد القيعي برضه بعد اذنه، كان في لاعب بتاع شبين قيل انه وقع لنادي الاهلي، ده حقيقي، ولكن راح المقاصة، فهل ده بارادتنا ولا يعني طبعا احنا لا نجبر احد يا ابني يجي لنا. هو الولد جه وجه وقال انا هوقع وانا فري، المقاصة اتحرك بدري واشترى الست اشهر بتوعه من نادي المقاصة، خلاص ايه المشكلة يعني؟ لا مفيش مشكلة يا فندم، احنا مطمئنين جدا بوجود حضرتك. وانا بص انا هقول لك حاجة، على فكرة لعب قدامنا امبارح تمام، ودي كانت محاولة يعني لتثبيت الوضع يعني، عشان ما الاهلي ما يقدرش يعمل حاجة، ما الاهلي مش ناوي يعمل حاجة، واخد بالك؟ نتمنى له التوفيق، لكن في الاخر وفي الاول احنا عندنا مبدأ، ما احنا بنقول كده، اللي يشترينا نشتريه. وانا اعلم ان الولد كان بيعيط، لكن ظروف خاصة جدا بيه اجبرته على التوقيع. انا بشكر حضرتك على الرد دوت، واحنا مطمئنين بوجود حضرتك. سؤالي الاخير بدون اطالة واسف، اين الاستاذ محمد الليسي من قناة النادي الاهلي؟ كل الشكر والاحترام لكم جميعا، بشكرك وحبي لحضرتك من كل قلبي، وعلى مجهودك السابق وعلى كل ما فعلته للنادي الاهلي، ودائما يا رب يديك الصحه والعمر حضرتك والاستاذ ابراهيم وكل العاملين. شكرا يا استاذ وائل، كتر خيرك على اسلوبك الراقي وهدوءك، افكار واضحه واسئلته واضحه. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي انت قيمه لا تعوض. لا ده اشاده بشخصي، لا اشكره عليه، ارجو ان انا يعني لا قيمه تعوض، وان ما كانتش تعوض هو بيتحدث عن راديو الاهلي وبيتحدث عن راديو الاهلي انت رضيت. لان كلها افكار يعني هي قديمه تم تجديدها، خدت مراحل، اعتقد انها قد نراها قريبا يعني. ايه تاني؟ مفيش حاجه. الراجل انت جاوبت على الصفقه وعلى لاعب شبين، سال على الاستاذ محمد الليسي. ما هو سؤالك على الاعلام بتاع سؤالك على الهوا، هو الساده المسؤولين عن المرحله القادمه في القناه سمعوه، هم هيجاوبوك عليه. شكرا لحضراتكم، نتمنى نشوف كل زملائنا الناجحين. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.